كده بقى وصلنا لاخر ستيل، هو اكبر جزء من الجي اي تي اللي هو السمول ولارج انتستن. هنتكلم فيه برضو على انفلاماتوري وميكانيكال انفلاماتوري اسفه ونيوبلاستيك ديزيزز، بس في الاول هنقول شويه كونجنتال انوماليز وهنقول ميكانيكال ديزيزز. طيب انا هغير شويه بس في الترتيب، يعني انا هبدا بالانتستينال اوبستراكشن الاول، هو الميكانيكال ديزيز بتاعت الانتستين قبل الكونجنتال انوماليز، لاني هحتاج الكلام بتاع الانتستينال اوبستراكشن هناك، فبس هنغير وناخد الانتستينال اوبستراكشن الاول. انتستينال اوبستراكشن موضوع مهم جدا جدا جدا، مش لينا كباثولوجي، مش في الامتحان اصلا، يعني هو في الامتحان ليه اهميته بس مش الحاجه اللي واو، مش الستار، مش ايه بلس ولا الكلام ده، لكن هو مهم ليك جدا انت جدا 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 كدكتور. اوكي، وزي ما هتشوف دلوقتي ان يعني لو انت اورينتد بالانترنال اوبستراكشن وفهمته، انت ممكن حرفيا وانت طالب امتياز مثلا، او سوري وانت دكتور امتياز، يعني تنقذ حياه بني ادم. اوكي، يعني لان اكيد انترنال اوبستراكشن لو ما تشخصش صح وما تعالجش بسرعه، العيان هيخش في مشاكل فظيعه هنشوفها وهيموت. اوكي، فانت لازم تكون اورينتد بده جدا في دماغك. ماشي، طيب يعني انت سفينال اوبستراكشن، انسداد الامعاء. بنقول ان الجراحين، مش الباثولوجيست والله، الجراحين بيقسموا الانتستينال اوبستراكشن انتو اكيوت وكرونيك، اكيوت انتستينال اوبستراكشن وكرونيك. ايه الفرق بينهم وازاي اعرف العيان ده؟ الاكيوت انتستينال اوبستراكشن هو سادن كومبليت باول اوبستراكشن، مره واحده اليومن اتقفل تماما، يبقى مره واحده وتماما. اوكي، انما الكرونيك انتستينال اوبستراكشن العكس، هو جراديوال وانكومبليت، يعني اليومن ده ده وبالتدريج، يعني مش ايه، مش صادم. طيب اعرف العيان ده ازاي؟ العيان بتاع الاكيوت انتستينال اوبستراكشن اللي هو اليومن بتاعه اتقفل كومبليتلي، اوكي، وفي باول اوبستراكشن كومبليتلي، اوكي، ده بيبقى يعني بيجي يقول لك انا ما فيش باسج لا ستول ولا جازز، خلاص، ما هو اصل الباول مقفول خالص، فما فيش اي ايه باسج ليه للستول ولا للجازز. انما العيان الكرونيك انتستينال اوبستراكشن هو اليومن ضيق بالنسبه له، بس مش افطر، ما اتقفلش ولا حاجه، فهو يعني بيقول لك ان انا ايه، انا مثلا كنت بدل ما بديفيكيت وانس بير داي بقيت وان في كل 3 اور 4 دايز، في تشينج في الهابت بتاعه. اوكي، فهو جراديوال وانكمبليت. يبقى الاكيوت اليومن اتقفل كومبليتلي مره واحده والعيان فعلا بنسميها ابسوليوت كونستيبيشن. يعني ايه ابسوليوت كونستيبيشن؟ يعني مفيش اي حاجه، لا ستول ولا جازوس. انما الكرونيك انتستينال اوبستراكشن لا، هو كونستيبيتد بس الهبه اتغيرت. طيب بنقول ان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن ده ايمرجنسي، وهنعرف ليه ايمرجنسي وهنعرف الكومبليكيشنز بتاعته، هنعرف ان هو ممكن بمنتهى البساطه يوصل لسبتسيميا وسبتك شوك ويموت العيان. فبالتالي علشان نبطشيتك تعدي على خير، لما تشوف اي عيان اكيوت انتستينال اوبستراكشن وتشخصه، تاخده كده من ايده دلوقتي حالا، مش بكره الصبح، على اوضه العمليات. اوكي، عشان تحل القصه دي، والا هنخش في سيبتك شوك زي ما بقولك. انما عيان الكرونيك انتستينال اوبستراكشن هنعالجه طبعا وهنعمل له عمليه برضو، اغلبهم يعني كلهم بيتعالجوا تقريبا، يعني حالات انتستينال اوبستراكشن 99% الا اكسبشن تقريبا حاجه واحده بس اللي هقول لك ان احنا مش محتاجين لها عمليه. فعيان الكرونيك انتستينال اوبستراكشن هعالجه برضه، هعمل له عمليه برضه، بس بشوش شويه، يعني احنا اعصابنا هاديه شويه، يعني ممكن بكره بعده كمان الاسبوع الجاي، يعني ايه معانا وقت. تمام، يبقى الانتستينال اوبستراكشن ده موضوع مهم اللي هو سداد الامعاء، بنقسمه لحاجتين اكيوت وكرونيك، والفرق بينهم ان الاكيوت الانتستين مقفوله تماما ومره واحده، فبالتالي العيان عنده ابسوليوت كونستيبيشن، مفيش اي باسج لاي حاجه. انما الكرونيك انتستينال اوبستراكشن اليومن ضيق بارشال وجراديوال. اوكي، فبالتالي العيان كونستيبيتد، بس ذير از يعني في باسج للستول عادي والجازس. اوكي، طيب اكيوت انتستينال اوبستراكشن از ان ايمرجنسي خلاص، انما الكرونيك انتستينال اوبستراكشن يعني هنحلها برضو بسيرجري، بس ات از نوت ان ايمرجنسي. طيب في نقطة مهمة عايزة أقولها هنا، إن هتلاقي بعض حالات هقول لك هي الكرونيك انتستينال اوبستراكشن ممكن تتحول لأكيوت. إحنا متعودين على العكس، الأكيوت أكيوت انفلاميشن مثلا تتحول لكرونيك، لا هنا بقى بقول لك كرونيك انتستينال اوبستراكشن تتحول لأكيوت. إدينا مثال، عيان كان عنده تيومر مثلا في الكولونيك وول، طب ده مضايق اليومن شويه، تمام، يعني هو ينطبق عليه، وطبعا اكيد التيومر ده بيكبر بالتدريج، فهو جراديوال وانكمبليت، صح؟ طيب at a time التيومر كبر قوي، حصل عليه سوبر ادد انفكشن، المهم راح مسدد لي اليومن خالص، فتحولنا ليه اكيوت. يبقى انا كنت كرونيك جراديوال انكمبليت، وات ا تايم اتقفل اليومن كومبليتلي ووصلت للابسوليوت كونستيبيشن وبقى اسمي اكيوت،
انتستينال اوبستراكشن. تمام. مثال تاني، عيان عنده مثلا كان عنده عامل عمليه وعنده عمليه قديمه يعني، وفي شويه فايبرس اديهيجنز كده على الاوتر سيرفيس بتاع الانتست. الاديهيجنز دي مضايقه الانتستينال وول وعامله لها كينكينج وبتاع يعني، مضايقاها شويه كده اوكي، فبالتالي مضايقه اليومن شويه، فبالتالي في مضايقه اليومن شويه، ما قلتش قافلاه ولا حاجه، فبالتالي في جراديوال انكمبليت اللي هو الكرونيك انتستينال اوبستراكشن. At a time الاديجن دي راحت لفه لفه كامله مثلا حوالين الانتستين، سدتها خلاص، اتحولنا الاكيوت. يعني اللي انا عايزه اقوله عشان ما نتلخبطش، لان هنلاقي بعض وانا بقول الاسباب بعض الحاجات مكتوبه في الكرونيك وفي الاكيوت. ممكن كرونيك انتستينال اوبستراكشن اللي هو اليومن كان ضيق بس مفتوح، at a time يتحول لاكيوت اللي هو اليومن مقفول خالص. تمام. طيب يبقى كده عرفنا اكيوت وكرونيك، وعرفنا ان الكرونيك ممكن يتحول لاكيوت. هقول لك ان كل منهم من الكرونيك والاكيوت دول ممكن يكون حاجه اسمها فانكشنال او اورجانيك. ايه الفرق؟ فانكشنال يعني مشكله في الفانكشناليتي او في البريستالسيس بتاعه الانتستين، يعني مشكله في الجانجليون سيلز او النيورونز، يبقى فانكشنال من اسمها مشكله في الفانكشناليتي، ويتش بارت اوف ذا فانكشناليتي يعني في البريستالسيس، يبقى فانكشنال مشكله في البريستالسيس اوكي. انما الاورجانيك في ليجن اشوفه بعيني وامسكه بايدي سادد اليومن او مضيقه او وات ايفر، في اورجانيك ليجن مش قصه بريستالسيس. يبقى كل الانواع الانتستينال اوبستراكشن يا اما فانكشنال هي مشكله في البريستالسيس نيورونز، اورجانيك لا ده ليجن بايدي اهو انا ماسكاه اللي هو عامل ناروينج او اوبستراكشن في الو. اوكي طيب هتفق معاكم على اتفاق عشان ما نتخانقش بقى في اللي جاي. لما لو انت مش عارف الشيء ده يقع تحت الفانكشنال او الاورجانيك، لو انا اديتك الانتستينال السيجمنت اللي اوبستراكتد دي، اديتها لك في ايدك اهي وقلت لك دي السيجمنت الاوبستراكتد فين السبب، لو عرفت تشاور عليه بايدك يبقى ده اورجانيك، ما عرفتش مش شايفه بعينك مش عارف تشاور عليه بايدك يبقى فانكشنال. خلاص عشان في حاجات كده هنقعد نتخانق فيها شويه جايه. يبقى الفانكشنال مشكله في البريستالسيس او في نيرونز، اورجانيك في ليجن، في اورجانيك تيومر فايبروزس فورين بادي قافل اليومن، في ليجن قدامي اشاور عليه بايدي ما عرفتش اشاور يبقى فانكشنال، لان هي مشكله في الايه في البريستالسيس. واخر حاجه ان انا بقسم الاورجانيك كوزس لحاجات عامله اوبستراكشن لليومن من جوه اوكي، او حاجه في الوول مضيقه فايبروزس في الوول تيومر في الوول مضيقه، او حاجه ضغط عليا من بره. زي على فكره اي حاجه على فكره بنقول فيها اوبستراكشن بقول اليومن وول ومن فروم اوتسايد، حاجه في اليومن مثلا فورين بادي بارازايت في اليومن، حاجه في الوول فايبروزس او تيومر في الوول، حاجه ضغط من بره مثلا تيومر ضغط عليا من بره. يبقى كده الانسانال اوبستراكشن موضوع مهم جدا، هو انسداد الامعاء ممكن يكون اكيوت او كرونيك. الاكيوت ده العيان ابسوليوت كونستيبيشن ايمرجنسي لازم يعمل عمليه النهارده والا هيموت عشان هيخش في سيبتك شوك وهنفهم ليه. الكرونيك ده جراديوال انكمبليت يعني العيان كونستيبيتد بس مش ابسوليوت، الهابت بتاعته بس اتغيرت، محتاج عمليه بس مش ايمرجنسي اوكي. طيب كل منهم ممكن يكون فانكشنال، مشكله في الفانكشناليتي في البريستالسيس في النيورونز، اورجانيك لا في ليجن معين اشاور عليه بايدي. طيب والاورجانيك ده ممكن يكون الليجن ده في اليومن او في الوول او ايه ضاغط من بره. هنعمل هنا كده زي سكيم لاشكال الانتستينال اوبستراكشن، وبعد بقى ما نقعد نشرحهم واحده واحده بالديتيلز هنملى السكيم ده في الاخر. يعني ايه؟ يعني الانتستينال اوبستراكشن انت قلتي ان هو ممكن يبقى يا اكيوت يا كرونيك، فهمنا الاكيوت ده سادن كومبليت، الكرونيك ده جراديوال انكومبليت. خلاص طيب كل منهم ممكن يبقى يا فانكشنال يا اورجانيك سواء ده او ده، والاورجانيك ممكن يبقى يا اما مشكله في اليومن يا في الوول يا اما ضغط من بره. اللي انا هعمله دلوقتي بقى ان انا هنملى السبيسز دي، يبقى يا اكيوت يا كرونيك، كل منهم يا اورجانيك يا فانكشنال، والاورجانيك يا اما من جوه يا من بره يا في الوول نفسها. بالنسبه بقى للاكيوت انتستينال اوبستراكشن، احنا قلنا دي سادن كومبليت اوبستراكشن للانتستين، وقلنا بنقسمها ل فانكشنال واورجانيك. خلاص ده كله ايه قلناه. طيب بالنسبه للفانكشنال اللي هو بنسميه باراليتيك الياس، او الاسم الثاني بتاعه يعني باراليتيك الياس اللي هو شلل الامعاء، وعايزاكم تبقوا عارفين هنا ان الياس هاز نو ريليشن للاليوم، هو اي حته من الانتستين سواء سمول او لارج جالها حصل فيها لوست اتس بريستالسيس بقى
اسمها paralytic ileus. طب ايه اللي يخلي الانتستين تلوس البريستالسيس بتاعتها؟ ممكن يحصل ده اثناء العمليات. المفروض اثناء الاوبريشن الجراح يبقى واخد باله ان الهاندلنج بتاعت الانتستين تكون فيري جنتل، لكن بقى جراح ايده تقيله شويه وفضل يشد ويربط ويزق ويعمل، ممكن يعمل سمباثيك اوفر ستيميوليشن، وده بيؤدي الى انه يوقف الفانكشن بتاعت الجانجليون سيلز ويدخلني في باراليتيك الياس. اوكي ده واحد. ايه تاني ممكن يعمل كده؟ سيبتك بيريتونايتس، انفلاميشن في البيريتونيوم. ده اسبابها ايه؟ اسبابها كتير، يعني ممكن برضو اثناء العمليات يكون ما فيش مثلا انفكشن كنترول ميجرز كويس فيدخلني في سيبتك بيريتونايتس. اوكي او بيرفوريتد بيبتيك ألسر، رابتشرد ابنسايتس، سالبنجايت، ايا كان السبب ده ممكن يعمل التوكسنز دي تعمل انهيبيشن لل الجانجليون سيلز وبالتالي لوس اوف ذا نورمال اوتونوميك كنترول، يعني باراليتيك الياس. اوكي دي اول واحده اللي هي الفانكشنال، ولو انا اديتك حته الانتستين فيها باراليتيك الياس دي مش هتقدر تشاور لي على السبب بتاع الليجن، الانتستين شكلها طبيعي هي بس مشلوله، فده بنعتبره فانكشنال obstruction. اوكي دي يمكن الفانكشنال اوبستراكشن هي او البراليتيك الياس، يعني هي النوع الوحيد من الاكيوت انتستينال اوبستراكشن اللي احنا ما بنتعاملش معاه سيرجيكال. مفيش حاجه سيرجيكال هنا تتعمل، انت محتاج تعالج السيبتك بيريتونايتس دي. وبالنسبه لموضوع الاوبريتيف تروما ده يعني ما ملوش علاج سيرجيكال طبعا، هو شويه والانتستين سمباثيك اوفر ستيميليشن ده بيقل والانتستين بترستور البريستالسيس بتاعتها. يمكن ساعات بس بيعملوا زي هوت فومنتيشن للانتستين او حاجه وهم بيقفلوا علشان ايه، يعني اثناء العمليه نفسها يعني علشان يتحاشوا قصه الباراليتيك ايلينس. تمام ده كده كان ايه الفانكشنال. طيب ايه بقى ممكن يبقى اورجانيك؟ الاورجانيك قلنا هنقسمها في اليومن وفي الوول ومن بره. هنبدا الاول ببتاعه الوول دي عشان هي حاجه واحده كده نخلص منها، مكتوبه عندكم في الاخر الحقيقه، ثرومبوزس او امبوليزما في الميزنتريك ارتري. ايه القصه دي؟ حصل الميزنتريك ارتري اتقفل سواء بالثرومبس او بامبلس، فالحته بتاعه الانتستين دي حصل لها انفاركشن، ماتت، هيموراجيك انفاركشن leading to loss of its peristalsis and it does not function. يعني انت بتقولي فانكشن، هو بتقولي فانكشن ببقك وبعدين تحطيها لنا من ضمن الاورجانيك كوزز. ارجع للقاعده بتاعتنا عشان ترتاح، لو اديتك حته الانتستين الانفاركتد دي هتعرف تشاور لي على سبب الاوبستراكشن؟ يس، هتقولي اهي الحته دي انفاركتد عشان كده مش شغاله، فعشان كده ايه دي في هنا انتستينال اوبستراكشن، يبقى نقدر نعتبرها اورجانيك كوز. خلاص يبقى ايه ثرومبوزس او امبوليزما اوف الميزنتريك ارتري؟ ده يحصل ازاي؟ الثرومبوزس عيان اصلا اثيروسكليروزس، بيكون بقى اثيرومس في كل حته، فممكن ايه يعمل ثرومبوزس في لوب، يعني من في قصدي في واحد من البرانشز بتاعت الميزنتريك ارتري، وده المور كومن على فكره، او انه يحصل له امبولايزيشن في الميزنتريك ارتري من مثلا اورتيك انيوريزم حصلت فيه ثرومبس او فيجيتيشنز مثلا على الاورطه، ايا كان السبب تيجي امبولس ايه وتسد السوبيريو ميزنتريك ارتري، فسد الميزنتريك ارتري حصلت هيموراجيك انفاركشن، بقينا في لوس اوف بريستالسيس وبالتالي ايه مفيش ايه فانكشن. دي بنعتبرها في الوول عشان الوول هي بقت ايه بقت انفاركتد يعني. ماشي دي بالنسبه للثرومبوزس او امبوليزم اوف الميزنتريك ايه ارت. خلاص طيب نبدا بقى نتكلم على حاجات من جوه اليومن. اليومن ممكن يتسد بايه؟ فورين بادي، القصه الشهيره جدا، بيبي ولا شخص بلع حاجه، بلع مثلا كوين نزلت اتسد وقفت في حته في الانتستين سدتها، خلاص يبقى اوبستراكشن بفورين بادي، ده اكيوت اهو في ساعتها خلاص نزلت سدت على طول. وورمز، مين الورمز اللي كومن يحصل معايا القصه دي؟ الاسكارس. الاسكارس عشان هي كبيره ودايما كده تبقى يعني بالذات لو اكتر من واحده ممكن تقف في حته تتحشر في الانتستين وتعمل انترنال اوبستراكشن. ايه كمان؟ الفيكولوس او اللي هي السوليد ستولز، العيانين اللي هم كونستيبيتورز اصلا ممكن حته من الستول، طبعا الستول بتاعتهم تبقى فيري هارد علشان من كتر ما هي بتقعد في الانتستين بتتسحب منها كل الووتر فبتكون فيري هارد، فتيجي حته من السولت ستول دي ايه تمباكت برده في حته وتعمل انتستينال اوبستراكشن. اوكي اخر حاجه كمان في اللي جم اليومن دول ايه تيومر. تيومر زي ايه؟
زي ما قلت لكم يعني ان التيومرز دي ممكن بتبدا الاول ككرونيك، الاول تنكروتش على اليومن ويتضيق والعيان يبقى في كرونيك انترستينال اوبستراكشن لفتره جراديوال، خلاص جراديوال، وبعدين ات ا بوينت حصل فيها سكندري انفكشن او كبرت بزياده سدت اليومن. ففي الحاله دي مستحيل طبعا هتبقى اكيد فروم ذا ستارت، مفيش تيومر هيطلع النهارده ويسد اليومن النهارده ولا حتى بكره، ده الموضوع بياخد ايه فتره طويله جدا وعقبال كبر 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 ات ا بوينت سد خالص اكيوت انترستينال اوبستراكشن. خلاص دي كانت ايه اسباب من جوه اليومن فورين بادي، زي الكوين وولز زي الاسكارس في كوليس في الكونستيبيتورز وتيومر بتبدا كرونيك وبعدين تنتهي باكيوت انترستينال اوبستراكشن. سبب كمان لاسباب الاكيوت انترستينال اوبستراكشن اورجانيك كوز للاكيوت انترستينال اوبستراكشن، سبب وحاجه سد اليومن من جوه ديزيز بنسميه انتسسبشن. انتسسبشن بصوا عشان خاطر الايه نعرف نكتبه صح، بنقول انتس وبعدين سس سبشن، انا بقسمه كده انتس وبعدين سس اس يو اس وبعدين ايه سبشن عشان تعرفوا تكتبوها صح. ايه بقى هو الانتسسبشن ده؟ الانتسسبشن دي ديزيز ان ويتش جزء من الانتستين، خلاص جزء من الانتستين نزل اتقلب كده زي الشراب المقلوب، اتقلب ونزل اتحشر في اليومن بتاع الحته الديستال اللي بعديه. اوكي يعني ورينا كده صوره، جزء من الانتستين المفروض ان اليومن كان ماشي كده، اوكي هنا ناحيه مثلا للاستمك وهنا ناحيه الانس، اهو شوف الجزء بتاع الانتستين ده شايفين الحركه المقلوبه دي، شايفين الحته المقلوبه دي، اهو الانتستين دي نزلت اتقلبت كده اوكي في اليومن بتاع الحته المور ديستال عنها. اوكي منظر تاني، ادي اهو انتستينال سيجمنت، الانتستينال سيجمنت دي ناحيه الاستومك ودي ناحيه الانس، المفروض ان هي كانت ماشيه كده، شايفين الحته دي نازله كده، بصوا يعني نازله وطلع الحته دي، الحته المقلوبه دي نازله ومقلوبه كده، هي دي ايه البروسيس بتاع الانتسسبشن. يبقى جزء من الانتستين نزل اتقلب واتحشر، شايفين ايه اتقلب واتحشر في اليومن بتاع الحته اللي بعده الديستال عنه، وهوريك اشكال تاني للانتسسبشن في السلايد الجايه. بس الاول عايزه اقول ترمينولوجي، بنقول ان الحته اللي عملت الانتسسبشن اللي نزلت واتحشرت دي، اللي اتقلبت ونزلت واتحشرت دي، بنقول عليها اسمها انتسسبتم، انتسسبتم اوكي. والجزء بتاع الانتستين اللي ريسيفد الحته دي اللي هي المفروض الحته المور ديستال، يعني الانتستين اللي دخلت جواها الانتسسبتم ده اللي بتريسيف السيبيانت بنسميها انتسسبيانت اوكي. يبقى البروسيس اسمها انتسسبشن، حته من الانتستين اللي هي اسمها انتسسبتم نزلت واتحشرت جوه اليومن بتاع الحته اللي مور ديستال عنها بنسميها انتسسبيانت. بصوا انا واحده نفسي قصير ما اعرفش اقول الكلمات الطويله دي، فطول ما احنا ماشيين هتلاقيني بقول لك ايه سبتم وسيبيانت، سبتم وسيبيانت. انت خلاص فهمت السبتم هي الحته البروكسيمال شويه اللي هي دخلت واتحشرت قلبت واتحشرت، والسيبيانت اللي هي الحته الايه المور ديستال. طيب برضو قبل تاني ما اوريك اشكال الانتسسبتم ونفهمه الانتسسبشن ونفهمه احسن، عايزه افهمك هو ليه اصلا بيحصل كده، يعني ليه الجنان ده، ليه حته انتستين تنزل تتقلب كده زي الشراب المقلوب في الحته اللي مور ديستال عنها. كلمه واحده مهمه جدا اكتبها وبروزها، abnormal vigorous peristalsis، في حاجه بريستالسيس زياده خلت الانتستين تعمل الحركه الغريبه دي. طب ايه برضو اللي يعمل abnormal vigorous peristalsis؟ اشهر فورم للانتسسبشن بيكون في الاطفال infants و children، بصوا من سن 6 شهور لسن مثلا سنتين 3، ده اشهر سن للانتسسبشن، ودايما بيحصل في الاليوسيكل اريا، يعني اليا بنسميه اليوسيكل انتسسبشن، يعني الاليوم اللي هو المور بروكسيمال دخل في اليومن بتاع السيكم اللي هو المور ديستال، وبالتالي الترمينال اليوم هنا بسميه سبتم والسيكم هنا هو اللي ريسيفد اللي هو السيبيانت. ليه؟ بصوا موجود عندكم ان هي سبونتينيس، هي الحقيقه ليها تفسير، يعني انه السن ده اللي هو سن 6 شهور ده هو اول بدايه تعرض البيبي للاكل، قبل كده كان بيرضع لبن ستيرايل ظريف نظيف مفيش فيه اي مشاكل. يبدا بقى في سن 6 شهور نخش له على طول ايه بالمحشي والكوارع، فطبعا الانتستين بتجيلها انهيار، ايه كميه الانتيجنز اللي نازله فوق نافوخي دي، ناهيك عن انه ده سن السحف برضو، فبيبدا السن ده يسحف، ويعني اللي عنده مثلا ابن اخت او ابن اخ او حاجه هم بياخدوا اي حاجه مش نظيفه من على الارض في بقهم على طول، يعني مثلا شبشب دي اكلهم المفضل. فالمهم ان السن 6 7 شهور ده سن تعرض رهيب للانتيجنز،
انتيجنز غريبه في الانتستين. طيب فين في الانتستين اكتر حته فيها ليمفويد تيشو؟ هو الايليوم، التيرمينال ايليوم، بيلاقي انتيجنز بالهبل نازله فوق دماغه فيحصل فيه ليمفويد هايبربليزيا. اهي الليمفويد هايبربليزيا دي هي اللي بتعمل الريتيشن للول. هو يا عيني الايليوم فاكر ان في حاجه، يعني في حاجه عامله له اريتيشن، فاكر نفسه ان هو لو عمل ابنورمال بريستالسيس هيتخلص منها. اوكي، ما يعني هي دي الكونسبت، ان هو في الليمفويد هايبربليزيا ففي اريتيشن للول، فالول فاكر انه مثلا ايه دي ستول دي ولا ايه، لو انا عملت مثلا ابنورمال فيجرس بريستالسيس هتنزل وتعدي. بيبقى هي دي ايه البوينت، يبقى abnormal vigorous peristalsis due to irritation of the wall by lymphoid hyperplasia. وفهمنا اشمعنى في السن ده واشمعنى في المكان ده. اوكي، سن تعرض للانتيجنز واكتر حته فيها lymphoid tissue في الانتستينال. تمام، يبقى اللي حصل هنا ايه؟ طفل ابتدى يتعرض للانتيجنز ليمفويد هايبربليزيا، فالترمينال ايليوم فاكر نفسه ان هو لو عمل بريستالسيس عنيفه هتخلص من الايريتنت اللي بيضايقني ده، فالابنورمال فيجرس بريستالسيس دي هي اللي تخلي الانتستين تنزل تتقلب كده وتتحشر في الليومن اللي تحتها. تمام، ايليوم هو السبتم او ايه وداخل في السيكم اللي هو السيبيانت، ده الموست كومن فورم. ولما بنشوف انتسسبشن في الاطفال عادي ما بنقلقش طبعا. الانتسسبشن اذا ده واحد من اسباب الاكيد انتستينال اوستراكشن فايتس ايمرجنسي، وبندخل الولد وبنعمل له العمليه وكله تمام، لكن ما بخافش خلاص. هو اكيد السبب هو ايه؟ هو الليمفويد هايبربليزيا، هو ده سنها. لكن لما تشوف انتسسبشن في حد كبير ادلت خاف. ليه؟ لان اكيد في حاجه عملت اريتيشن للميكوزا او عملت اريتيشن للول، للانتستينال وول، وخلتها تعمل ابنورمال فيجرس بريستالسيس. عشان ايه؟ فاكره ان هي لو عملت ابنورمال فيجرس بريستالسيس هتتخلص منها، فحصلت قصه الانتسسبشن. يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ ممكن يكون الاريتيشن اللي حصل في الول ده بسبب تيومر، ممكن بارازايت، ممكن يعني في حاجه عامله، يعني في سبب، في سبب، مش مجرد ليمفويد هايبربليزيا وخلاص. لا، ده في الريتيشن للول باورجانيك كوز، ممكن يكون تيومر. عشان كده احنا حالات هو طبعا احنا كده كده كل حالات الانتسسبشن وكل الحالات في الدنيا اللي بتتشال من جسم العيان بتجينا فور اناليسيس، بس هو الجراح بيبقى باعت لي بتاعه الطفل دي وهو ماشي خلاص تمام، انا عارف ان هي دي هتطلع ليمفويد هايبربليزيا، الولد عنده سنه فهو ده سنها، فهو ده اللي عمل الانتستينال اوبستراكشن او عمل الانتسسبشن وبالتالي الانتستينال اوبستراكشن. انما واحد عنده 30 سنه لا، ليه بقى؟ ايه اللي خلى الميكوزا تتجنن كده وتعمل ابنورمال فيجرس بريستالسيس دلوقتي وتعمل لي حركه الانتسسبشن؟ يبقى اكيد في سبب، وممكن وارد السبب ده يكون ايه؟ تيومر. اوكي، ف في الادلت في حاجه بلاقيها. فين بقى الحاجه ديت؟ بلاقيها في اول حته في الانتسسبتم، اول حته نزلت بسميها هيد اوف ذا انتسسبتم، اللي هي الاول حته في السبتم عملت القصه دي ونزلت. دايما بلاقي السبب هنا، الاقي هنا تيومر، الاقي هنا بارازايت، الاقي هنا يعني بوليب، الاقي في حاجه هنا هي اللي خلت الول تتجنن بالمنظر ده وتتقلب وتعمل منظر الشراب المقلوب. يبقى تاني الانتسسبشن الديفينيشن بتاعته هي حته من الانتستين دخلت في الحته الديستال عنها. دخلت ازاي؟ نزلت اتقلبت كانك بتقلب شراب كده لجوه. اوكي، طيب الحته اللي دخلت اسمها ايه؟ انتسسبتم. واللي ريسيفد انتسسيبيانت، والبروسيس على بعضها اسمها انتسسبشن. اوكي، طيب ايه اللي يعمل كده؟ بالخط العريض بالبولد ابنورمال فيجرس بريستالسيس. ايه اللي يعمل ابنورمال فيجرس بريستالسيس؟ موست كومنلي ليمفويد هايبربليزيا في سن infants او young، يعني children صغيرين 3 سنين مثلا، اللي هو سن التعرض للانتيجنز. طب بتحصل دايما فين؟ في الايليوسيكال ريجن، ودي موست كومن. اوكي، لكن ادلت لا، دور بقى على السبب، اتوتر بقى لان ده ممكن يكون تيومر. اوكي، ايه اللي يخلي الانتستين تتجنن كده وتفضل تعمل ابنورمال فيكرس بريسيسس وتدخل دي في دي؟ يبقى اكيد في سبب وممكن يكون تيومر. طيب ليه بقى الانتسسبشن بيعمل انتستينال اوبستراكشن اصلا؟ بصوا الجار ده جار عندنا في المتحف. اوكي، والحقيقه اول مره يبقى جار عندنا في المتحف احلى من اي صوره لقيتها على النت بالامانه. يعني دي انتستين فيها انتسسبشن، عرفتي منين؟ اهو من الحته دي، شايفين الحته اللي متدككه في بعضها دي؟ لما اشوفها كده من بره اعرف ده انتسسبشن على طول. طيب فين السيبيانت وفين السبتم؟ ده السيبيانت اهو. اوكي، ده السيبيانت وده السبتم. احنا هنا عاملين ايه؟ احنا هنا يا جماعه فاتحين بالمشرط كده اوكي عشان نتفرج على دي من جوه، عشان نتفرج على ايه؟ على دي من جوه. اهو هنا مبين لك ان السبتم كومبليتلي اهو اكلودنج الليومن بتاعه السيبيانت. اوكي، ولو تلاحظوا احنا هنا اللي شايفينه من السبتم ايه؟ الميكوزا، لان هو نازل مقلوب، نازل مقلوب. السيروزا بقى هتبقى من جوه خالص. اوكي، طيب عايز تتخيل المنظر ده
بطريقه احسن روح هات شراب. والبنات انا بحب استخدم المعصم علشان هو مفتوح من ناحيتين زي شبه الانتستين بالظبط، ودخل ايدك من جوه، ايدك دي وامسك الميكوزه من جوه، خلاص امسك الميكوزه، ايدك دي هي البوليب او هي التيومر او هي الليمفويد هايبربليزي او وات ايفر، مسكت الميكوزه خلاص انت كده متقل الميكوزه ومضايقها، يلا فيجرس بريستالسيس، هتقوم شده وشدها على تحت، شدها على تحت، دخل الطول يعني اعمل حتى الحركه بتاعت الانفاجينيشن دي. اوكي، لو بصيت على الشراب دلوقتي من بره هتلاقي المنظر ده، هتلاقي المنظر ده بقى موجود، اوكي، اللي هي الحته المتدككه دي، وفي نفس الوقت هتلاقي ان اليوم بتاع الشراب بقى اوكلودد بالحته اللي انت نزلتها لتحت. خلاص، طيب دي كده ليه الانتسسبشن بيعمل انتستاينال اوبستراكشن. الصوره دي يا جماعه مش معبره شويه ليه؟ لانها كات سكشن، لكن فانت تحس كان هنا هما اليوم مفتوح اهو، لا ده كات سكشن، ركب النص التاني، احنا هنا واخدين سكشن في الانتست، ركب النص التاني عليه، هتلاقي ان هي لا بالظبط زي دي. اوكي، طيب ده بالنسبه لي الايه اليومينال اوبستراكشن. طب في حاجه هنا مهمه جدا كمان، ده هنا كمان في فاسكولار اوبستراكشن. فاسكولار اوبستراكشن لمين؟ الانتسسبتم ده عند الحته دي اللي احنا عارفين ان في حاجه اسمها ميزنتري. الميزنتري ده بيبقى على افات على الانتستين من بره، بيعدي فيه بلاد سبلاي وفينس درينج وليمفاتيك درينج وبرده نيرف سبلاي للانتستين. اوكي، طيب ف الميزنتري بتاع السيبيان بتاع السبتم، الميزنتري بتاع السبتم عند الحته دي مضغوط عليه اهو بالحركه المتدككه دي، فتضغط على الفيسلز ايه من بره. طيب اتضغط على الفين والارت من بره، مين يتقفل الاول؟ الفين، وبالتالي يحصل مويست جانجرين او ويت جانجرين. اوكي، يبقى الانتستينال يبقى الانتسسبشن اضافه الى اليومينال اوبستراكشن هو بيعمل فاسكولار اوبستراكشن. ازاي؟ كومبريشن اوف ذا ميزنتريك فيسلز ات البورت بتاع الانتسسبشن ده. اوكي، ف بيتضغط عليهم من بره، الفين يتقفل قبل الارتري، وبالتالي يحصل لي ويت او مويست جانجرين زي ما كنا بنعلمكم في سنه اولى. اوكي، وعشان كده دايما الانتسسبشن لو تاب شويه هيحصل فيه ايه؟ جانجرين. خلاص، يبقى الانتسسبشن فيه اليومينال اوبستراكشن وفاسكولار اوبستراكشن. بالنسبه للحاجات اللي خدناها قبل كده، طبعا الباراليتيك اليس ملوش اي علاقه بقصه الفاسكولار اوبستراكشن دي، اللي هو الهيموراجيك انفاركشن بسبب الاوبستراكشن بتاعت الميزنتريك ارتري دي، دي فيها فاسكولار اوبستراكشن. اوكي، اللي هي اليومن اوبستراكشن بتاع السمبل العادي اللي هو بفورين بادي او بتيومر او بارازايت او حاجه، ده ما فيهوش اي فاسكولار اوبستراكشن. الانتسسبشن عندنا في المتحف فيه منه ثلاث جارات، ده اللي انا استعنت بيه في الاول لانه حسيت ان هو اوضح واحد. ادي مكان الانتسسبشن، سيبيانت، سبتم، وهتلاقي السبب. السبب هنا ايه؟ المفروض بصوا شايفين البتاعه دي، دي المفروض انها تينيا وورم، هتلاقوها بتبقى عايمه في الجار في الاول، يعني اول ما الجار اتعمل كانت التينيا وورم دي لسه ماسكه في الوول هنا كده، لكن ايه وقعت وهتلاقيها بقى ايه عايمه في الجار، وهي دي اللي عملت ابنورمال بريستالسيس وادت لقصه الانتسسبشن دي. ده واحد. التاني ده برضو سمول انتستين فيها انتسسبشن، عرفتي منين؟ المكان المتدكك هنا ده، بس هنا بقى عملنا حاجه اصعب، احنا فتحنا السيبيانت زي ده كده بالظبط، ماشي، بس كل السيبيانت الحتت دي لميناها عملناها الفيونكه اللي فوق دي، يعني كل اللي انا بتفرج عليه ده سبتم. عرفتي منين؟ من تعريجة الميكوزة اهي، تعريجة الميكوزة، السيبيانت اهو ملموم كده فيونكه على الجنب، خلاص هنا ماشي، هي نفس الحركة، فتحنا السيبيانت كده، أخدنا كل الوول ده، كل الوول بتاع السيبيانت ده ورفعناه كده على جنب اللي هو الفيونكة دي، وكل اللي ظاهر لك ده هو السبتم بالميكوزة بتاعته. أوكي، وآدي سبب المشكلة، بيناين تيومر طالع من الميكوزة، وهو ده اللي عمل الأبنورمال بريستالسيس، حاجة شكلها بوليب أو حاجة زي كده يعني، تمام. يبقى السبب هنا التينيا وورم، والسبب هنا البيناين تيومر ده. اوكي، ثالث جار عندنا بتاع الانتسسبشن ده بقى اليوسيكال، يعني ده اليوم وهنا السيكم. اوكي، ده بقى طفل. اوكي، لما تشوفوا جار هو طبعا عشان انا حطاه مكبره وكده شيء باين كبير، لكن لما تشوفوه هتلاقوه فعلا مش كبير قوي. اوكي، وبرده فاتحين السيبيانت اللي هو هنا بالنسبه لي السيكم،
وكل الساسج شيب البتاع الكبيره دي هي ايه؟ السبتم اللي هو جزء من الايليوم. وهنا على فكره بادئ في بدايات الجنجرين، وعرفنا الجنجرين هنا حصل ليه؟ علشان الميزنتري مزنوق في الحته بتاعه الدخله، هتلاقي الحته بتاعه الدخله دي برضو باينه من هنا. اوكي، يبقى هنا عندنا 3 جارات الانتسسبشن، 3 على فكره بتوصفوا بنفس الطريقه، بس بقى هنا مش هنقول سبب، لكن هنا هنقول التينيا وورم، وهنا هنقول الايه البناين تيومر ده. هنا الحقيقه مش باين قوي انه في جنجرين، هنا بدايات، هنا باين جدا ان هي ابتدت تبقى جنجرس كده. لغايه دلوقتي خدنا ايه من اسباب الاكيوت انتستاينال اوبستراكشن؟ خدنا سبب فانكشنال اللي هو الباراليتيك اليس، وخدنا اسباب اورجانيك. الاورجانيك قلنا في سبب في الوول اللي هو الهيموراجيك انفكشن اوكلوجن المسنتريك ارتري، او انه اسباب سد في اليومن زي التيومر وزي الفيكولس وزي الورم وزي الفورين بودي وزي التسسبشن اللي هو اليومن بتاع السيبيانت اتقفل بالسبتم اللي نزل بقى انفاجينيتد فيه. اوكي، وما تنساش ان في الانترسسبشن اضافه الى اليومنال اوبستراكشن في فاسكولار اوبستراكشن، لان الميزنتري بتاع السيبيانت سوري الميزنتري بتاع السبتم اتحشر وحصل فيه ان الفين اتقفل ثم بعد كده الارتري وبالتالي ويت جانجرين. طيب ايه اسباب تعمل لنا انتستاينال اوبستراكشن بسبب حاجه من بره الوول؟ اول حاجه عندنا adhesions. عندي حصل peritoneal inflammation ممكن بعد عمليه، مهما على فكره اتخذت infection control measure ممكن يحصل شويه سطل كده inflammation في البيريتونيوم، او بقى لا كان في بقى peritonitis بسبب اي برضو حاجه من اي سبب من اسباب السيبتيك peritonitis اللي قلناه. المهم ان انا كان عندي peritoneal inflammation عملت لها healing، بقت ايه في peritoneal adhesions. الadhesions دي ممكن تعمل ايه بقى؟ بصوا ادي لوب من الانتستين اهي، الadhesions هنا ايه عملت مسكته في لوب جنبي، مش شرط على فكره لوب، ممكن برضو يكون اي structure في الـ في الـ في الـ في الابدومين او في البلفس، يورينري بلادر، اي حاجه حوالينا يعني، بس طبعا الموست كومن ان هي تكون الانتستاينال لوبس. طيب اهو برضو ادي منظر تاني، ادي اهو لوب اوكي، وادي الادهيزف باند ماسكه اهو اللوب ده في اللوب ده. الاول ما الادهيزف باند بتبدا تتكون بتبقى عامله زي كينكينج كده وديستورشن لل بتبقى عامله زي كينكينج وديستورشن لل يعني الباول لوب ده، وبالتالي بتكون مضيقه اليومن بتاعه وعامله فيه زي كرونيك انتستاينال اوبستراكشن، في انترفيرنس مع ايه الفلو بتاع اليومنال كونتنتس، وبالتالي كرونيك ايه انتستاينال اوبستراكشن. ممكن بقى ات ا تايم الادهيزف باند دي تلف بطريقه تزيد تعمل تمسك في حاجه ثانيه جديده فتبدا تقفل اليومن خالص، خلاص اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. يبقى هي بدات الاول كده بس شويه ناروينج وكينكينج، وبعدين ات ا تايم قفلت خالص. اوكي، ادي تاني مثال لحاجه انتستاينال اوبستراكشن تبدا كرونيك وبعد كده تعمل ايه اكيوت obstruction بعد التيومرز يعني، خلاص. فده كده سبب للانتستاينال اوبستراكشن بسبب حاجه شاده من بره او ايه قافله اليومن من بره. هنيجي بقى لتاني سبب من اسباب الاكيوت انتستاينال اوبستراكشن بسبب حاجه ضغطه من بره اللي هو سترانجليتد هيرنيا. يعني ايه سترانجليتد هيرنيا؟ هيرنيا يعني فتق. يعني ايه فتق؟ فتق يعني بروتروجن لجزء من الابدومينال كونتنتس، على فكره ممكن يبقى اومنتم او انتستن، بس انا طبعا ههتم هنا بالانتستن، خارج ثرو اي ديفكت في الابدومينال وول. اوكي، قلنا كلمه هيرنيا قبل كده كانت اللي هي الهايتس هيرنيا لو تفتكروا في الاسافيجس، وقلنا ان ده بروتروجن لجزء من الابدومينال كونتنت اللي هو كان الابر بارت بتاع الاستومك خارج ثرو ويك دايفراجماتيك اورفيس انتو ذا تشست. هي القاعده منطبقه عليها، بس دي بنسميها انترنال هيرنيا، يعني حاجه من جوه لجوه. اوكي، فدي مش موضوعنا خالص خالص دلوقتي، لكن انا اللي بتكلم عليها دلوقتي الهيرنيا المعروفه اللي هي انه جزء من الابدومينال كونتنت سواء انتستن او اومنتم، وهنا ههتم بالانتستن، خارج ثرو ايفكت في الابدومينال وول على ناحيه السكين من بره. اوكي، ده الهرنيا اللي انا هتكلم عليها. ماشي، طيب فالهرنيا هي لوب اوف الانتستين which passes through a defect. فين اماكن الديفكت دي؟ بصوا في اماكن اوريدي بتبقى عند بعض الاشخاص ضعيفه في الابدومينال وول، معروفين هم 3 اماكن اللي هم عند الامبليكس اوكي، وفي في الانجواينال كانال وفي الفيمورال ترينجل. دول ال3 اماكن دول فعند اشخاص كتير بيكونوا ضعيفين، فدول كومن سايتس للهيرني، امبليكس او انجواينال هيرنيا او فيمورال ترينجل. ايه كمان تاني ممكن يحصل في مكانه هيرنيا؟
incisional hernia acquired بقى حاجة acquired. acquired يعني ايه؟ عملت عملية، مكان العملية طبعا فتحوا في الابدومينال ماسلز فالحتة دي بقت ويك، ممكن بعدها ايه يحصل لي في مكان الانسيجن بتاع العملية يحصل لي فيه هرنيا، يبقى هرنيا حاجات congenital، ودول اشهر ثلاث اماكن، يا acquired اللي هي بعد عملية. طبعا انا الحمد لله كرهتكم في كل انواع العمليات، يعني انت لو هربت من قصة انه الجراح كان ايده تقيلة وجالك paralytic ileus ممكن يجي لك septic peritonitis عشان ما كانش فيه infection control measures، برضه تعمل paralytic ileus، او تهيل بفايبروزس تعمل fibrous adhesions وتعمل intestinal obstruction chronic وبعدين يبقى acute، او ان مكان الانسجن يبقى ضعيف فيحصل لي فيه. طبعا يا جماعه انا بهزر، انا بحاول احفظكم، لكن اكيد في 1500 واحد بيعمل عمليه في اليوم وما بيجرى لهمش حاجه من الحاجات دي كلها. المهم نرجع لمرجعنا، فهو بروتروجن الهرني هي بروتروجن لجزء من الانتستاينال كونتنتس ثرو ديفكت في الابدومينال وول ماسل، يا اما حته ضعيفه عند ناس كتير كونجنتالي اللي هم واحد من الثلاث اماكن دول، او بعد عمليه اكوايرد. اوكي طيب لحد هنا الدنيا هادية جدا، كل الناس أعصابها هادية، العيان بيلعب في الهرنيا يكح تطلع له كده وبيبقى عارف ازاي يرجعها تاني، والدكتور بيقول له والله يعني ايه انت عندك هرنيا والهرنيا دي محتاجة سيرجيكال كوركشن، لكن احنا طبعا مش في امرجنسي خالص دلوقتي. فتلاقي بقى العيان، طب خلاص يا دكتور بس ايه اصل عيالي بيمتحنوا، يعني هدوء، الناس هادية خالص ومفيش أي امرجنسي هنا. امتى تحصل الامرجنسي وامتى تحصل المشكلة؟ العيان ده كح كح جامده شويه، شال حاجه تقيله شويه ستريننج، دخلت كميه انتستاينال لوبس كتير ثرو ذا ديفكت، اتحشرت ما بقتش عارفه ترجع، اوبستراكتد او استراجيليتد هيرنيا. ده بيحصل امتى؟ لما زي ما قلت لكم العيان عمل ستريننج قوي فخرجت كميه انتستاينال لوبس كتيره قوي ايه من الديفكت ده. طيب فكده بقينا دخلنا في انتستاينال اوبستراكشن، ايه اللي عامل الاوبستراكشن هنا؟ بريشر فروم اوت سايد، مين اللي ضاغط؟ دول الادجز بتاعه الديفكت هي اللي ضاغطه على الانتستين من بره، وبالتالي في هنا انتستاينال اوبستراكشن، اكيوت انتستاينال اوبستراكشن ديو تو ايه كومبريشن فروم اوت سايد. هي كده المشكله بس؟ لا، في مشكله اكبر من كده كمان، ان اللوبس دي محشوره عمال يحصل فيها اديما وكونجيشن مور اند مور اوبستراكشن، يبدا كمان الادجز دي غير انها ضغطه على الانتستاينال وول فهي ضغطه كمان على الميزنتريك فيسلز، عامله ضغطه على الميزنكيو ضغطه على الميزنتريك فيسلز، هتعمل برده كومبريشن فروم اوت سايد، برده الفين يتقفل قبل الارتري فنوصل لويت جانجرين. يبقى تاني الانتستاينال لوبس اتحشرت في في الساك دي، في الهيرنيال ساك دي، اوكي، فالادجز بتاعت الديفكت بقت ضغطه على اللوبس نفسها من بره، ادي كده انتستاينال ليومينال اوبستراكشن، اضافه الى انه كمان هيبقى فيه ضغط على الميزنتري الميزنتريك فيسلز الفين والارتي، والفين بيتقفل الاول فيوصلني ل ايه استرانجوليشن كمان ونوصل لويت جانجرين. اوكي تمام، يبقى هنا في الاثنين، يبقى دي كده تاني واحده بقول فيها اهو ايه ميزنتريك فاسكولار اوبستراكشن، قلناها في الانتسسبشن وادي ايه تاني مره. اخر بقى سبب عندنا خالص من اسباب الاكيوت انتستاينال اوبستراكشن هو اورجانيك كوز وسببه ضغط من بره، حاجه اسمها فولفلس. يعني ايه فولفلس؟ يعني الانتستين لفت لفه كامله حوالين الميزنتريك بيس بتاعها، الاكسس اللي انا لفيت عليه هو الميزنتري. اوكي طيب يعني ايه الكلام الصعب ده او عايزين نتخيله؟ تعالوا احكي لكم اكتر سيناريو موست كومن سيناريو بيحصل فيها فولفلس، هو يعني ده اشهر حاجه، في احوان تانية ممكن يحصل في اماكن تانية بس ده ايه ده الموست كومن. ايه اللي حصل هنا؟ بصوا يا جماعه دلوقتي ده الديسندنج كول، اوكي، وده السيجمويد وده الريكتم، ديسندنج كولون سيجمويد وريكتم، الفئات الاصفر ده الميزنتري، اوكي، وقلنا خلاص على الميزنتري بتاع الانتستين ده هو فات، بيخش منه نيرف سبلاي وبلاد سبلاي للانتستين وبيخرج منه فينوس درينج وليمفاتيك درينج. اوكي وكمان ان اديشن للقصه دي انه الميزنتري ده بيدي زي سبورت للانتستين وفي نفس الوقت يديها موبيليتي، يعني هي سبورتد في مكانها فمش هتقع في البلفس، ولكن في نفس الوقت عندها ايه سام موبيليتي، اوكي، عشان مثلا يحصل كونستيبيشن يحصل دايريا ما يبقاش فيه مشكله، الانتستين هاف سام موبيليتي. تمام طيب في بعض الاشخاص طبيعتهم كده اتولدوا كده السيجمويد ميزنتري ده طويل شويه، لونج سيجمويد ميزنتري، اوكي، فبالتالي اللوبس دي ريدندنت شويه، ريدندنت وعندها انكريزد ايه موبيليتي،
ماشي. طيب يبقى شخص اتولد بلونج سيجمويد ميزو كولون وبالتالي somehow redundant somehow more mobile a sigmoid loop. طيب الشخص ده بقى لو جاله constipation خاصة بيحصل فين constipation في الاولد ايج، اوكي، لان احنا اتفقنا ان الموبيليتي بتقل في الاولد ايج والستولز بتبقى مور هارد ومور كومن انه يحصل ايه constipation في الاولد ايج، وجمعت شوية يعني ستول كده جت ستاتد في الحتة ديت، فبقى دلوقتي الشيء ده عنده موبيليتي عالية وفي نفس الوقت الحتة دي الويت بتاعها عالي، الويت بتاعها زاد يعني ستاتد بالستول. بص الانتستين هتعمل ايه؟ هتقع علينا، هتلف يعني ناحيتنا، يعني هتلف لفه كامله كده حوالينا، يعني وقعت على ناحيتنا ولفت لفه كامله كده، اوكي. بص شكلها بقى عامل كده، يبقى هي كانت طبيعيه، الحته دي بقت مليانه ستول، راحت وقع على ناحيتنا كده ولفت لفه كامله، بقى شكلها هو ايه ده. طب فين الاكسس اللي انا لفيت عليه ده؟ مش انا لفيت على الاكسس ده؟ شايفين اللي ايه احنا واقعين كده، فانا لفيت على الاكسس ده، اوكي. فيبقى هي complete twisting of the bowel loop. فين الاكسس اللي انا لفيت عليه؟ الميزنتريك فاسكولار بيس بتاعي، هو ده، ده اللي انا الاكسس اللي انا ايه لفيت عليه، تمام. يبقى شخص طبيعته عنده لونج سيجمويد ميزوكولون، حصل له كونستيبيشن ده اكتر في الاولد ايج، اوكي، فراحت الانتستين لفت لفه كام بالويت بتاعها، الويت بتاعها وهي عندها موبيليتي زياده، خلى الويت بتاعها ده خلاها تقع على ناحيتنا كده ولفت ايه لفه كامله، بقى ده شكلها، اوكي. طيب تعالوا نشوف ايه انواع الاوبستراكشن اللي موجوده هنا. بالنسبه للانتستاينال ليومن جوه ايه الاخبار؟ كومبليت سادن وكومبليت، هي لفت في لحظه، يعني كونستيبيشن موجوده بس هي ات بوينت لفت لفت خلاص يبقى اتقفلت، ماشي. فده كومبليت سادن انتستاينال اوبستراكشن اللي هو التعريف بتاع الاكيوت انتستاينال اوبستراكشن، تمام. طب ده حاجه. طب ايه اخبار الميزنتري؟ اتعصر حرفيا الميزنتري في الحته دي، اتعصر كده كانك جبت قوطه وعصرتها، فبالتالي كومبليت هيحصل برضو اوبستراكشن فين قبل الارتري، فبالتالي هيحصل ايه مويست جنجرين. ودي تالت واخر مره اقول لك سبب من اسباب الانتستاينال اوبستراكشن، بيحصل معاه كمان فاسكولار اوبستراكشن. اول واحد كان الانتسسبشن، وبعدين قلناه في الهرنيا، وادي تالت واحد اللي هو الفولفلس. ايه الحاجات دي؟ انتسسبشن سيجمنت من الانتستين اتقلبت زي الشراب ونزلت في ايه؟ في اللي تحتيها في الديستال عنها، اوكي؟ وبالتالي الميزنتري بتاع السبتم ده اتضغط عليه جامد جدا في حته القلبه دي، تمام. طيب الثانيه كانت الاسترانجوليتد هيرنيا، الهيرنيا كانت بتخش وتخرج عادي، لكن ات ا بوينت الراجل كلمك قال لك الحقني يا دكتور الهيرنيا خرجت ومش راضيه تدخل. خرجت ومش راضيه تدخل تاني، اوكي؟ جت اتحشرت، تمام. فبرضو الميزنتري بتاع الانتستين ده بقى مضغوط عليه بالادجز بتاعه الهيرنيا ساك، اوكي. ثالث واحده اللي هي الفولفلس، الفولفلس لما الانتستين لفت اللفه دي عملت الحركه دي، اوكي، هي لفت على فكره مش 360 درجه، هي لفت 180 درجه، اوكي. فبقت ايه بقى ده شكلها. طيب في الحته دي برضو الميزنتري اتعصر في الحته بتاعت ايه اللفه دي، فضغط من بره فين قبل الارتري، فبالتالي مويست جانجري، اوكي. بس يبقى ايه هو الفولفلس؟ هو كومبليت تويستنج للانتستين along its ميزنتريك فاسكولار بيس اللي هو ده الاكسس اللي انا لفيت عليه، اوكي. سببه ايه؟ سببه ان انا عندي لونج سيجمويد ميزوكولون وده الموست كومن طبعا سايت، اوكي، وفي نفس الوقت حاصل كونستيبيشن، وبرضه الكونستيبيشن اكتر حته بيعاني منها طبعا اكيد الليفت كولون لما نكون بقى ايه يعني الستول اتجمعت جدا، اوكي، فبالويت بتاعها راحت مخليها لفه كامله حوالين نفسها، حصل ليومينال وفاسكولار اوبستراكشن. بس قبل لما نقفل الفولفلس عايزه بس ااكد يعني على بوينت ليكو للكلينيكال براكتس، يعني انه الانتسسبشن اكتر مكان كومن في مين؟ الرايت كولون. في مين؟ في الاطفال. عكسه بالظبط الفولفلس، الفولفلس اكتر مكان كومن ليه فين؟ ليفت سيجمويد، والايج اولد ايج عشان ده وقت الكونستيبيشن. كده احنا قلنا ايه بقى من اسباب الانتستاينال اوبستراكشن لغايه دلوقتي؟ قلنا ان هي ممكن تبقى اكيوت او كرونيك، وقلنا ان الاكيوت ممكن كل منهم ممكن يبقى فانكشنال او اورجانيك، وبالنسبه للاكيوت انتستاينال اوبستراكشن الفانكشن بتاعها اسمه باراليتيك ايلياس. باراليتيك ايلياس ده اللي هو قلنا بسبب يا اما سمباثيك اوفر ستيميليشن يا اما سيبتيك بيريتونايتس، والاورجانيك قلنا ممكن يبقى حاجه في اليومن او حاجه في الوول او حاجه ضغطه من بره، تمام. بالنسبه للي في اليومن
التيومر والفورين بادي والفيكوليث والورم وكده. وما تنساش الانتاسسبشن، اليومن بتاع الانتاسسبيانت اتسد بالانتاسسبتم خلاص. وما تنساش ان الانتاسسبشن ده اضافه الى اليومنال اوبستراكشن فهو كمان في فاسكولار اوبستراكشن. اوكي طيب بالنسبه للوول، الوول هلاقي فيها اللي هي قصه الهيموراجيك انفاركشن عشان الاوكلوجن بتاع الميزنتريك ارتري. طب ومن بره في عندنا ثلاث حاجات، الادهيجن والهرنيا والفولفلس. والهرنيا والفولفلس برضو اضافه الى اليومنال اوبستراكشن في ايه، فاسكولار اوبستراكشن. شكلها بقى بيكون عامل ازاي الانتستين اللي فيها اكيوت انتستينال اوبستراكشن دي؟ بعيني يعني هتكلم فيها على الديستال سيجمنت، الحته اللي بعد الاوبستراكشن والبروكسيمال. حته الاوبستراكشن هيبقى شكلها على حسب السبب بقى، واحنا مش عارفين هي كان سببها ايه. لكن ديستالي اللي السيجمنت بتكون كولابسد. ليه كولابسد؟ خلاص هي فضت الكونتنتس بتاعتها ومش جاي لها كونتنتس جديده فبالتالي بقت كولابسد. طب والبروكسيمال؟ لا ده البروكسيمال دي يا عيني عماله تعاني. ليه؟ عمال يحصل جواها اكيوميليشن للفلويد والجازز، وبالتالي اليومن بتاعتها بيبقى ماركت ماركتلي دايليتد، يبقى ماركتلي دايليتد اليومن وفي اكيوميليشن اوف فلويد وجازز. طيب والوول بتاعتها اخبارها ايه؟ هل الوول مثلا عندها من الوقت اللي يسمح لها ان هي تعمل هايبرتروفي مثلا؟ خالص الموضوع كله اكيوت. ده بالعكس، ده الوول من كتر ما اليومن عمال يدايليت الوول يعني عماله تبقى ستريتشد وسند اوت. اوكي لدرجه ان انا ابص على الميكوزا بتاعتها الاقيها في لوس اوف ايتش فولز، مش شايفه الميكوزا من جوه من كتر ما الميكوزا نفسها اتفردت بقت ستريتشد. اوكي يبقى ماركتلي دايليتد اليومن وذ اكيوميليشن اوف جاستد فلويد، ماركتلي ثيند اوت وستريتشد وول وذ لوس اوف ذا ميكوزال فولز، وفيها طبعا ايديما كونجشن. تمام. وممكن هنا نقول ان ممكن يكون في مويست جنجرين، والمويست جنجرين هي دي مش موجوده عندكم في الكتاب بس زودوها اتس رايت. بس اكتب ان هي ممكن وممكن لا تبقى موجوده. ونوصف المويست جانجرين، كنا بنقول ان هي لونها بيبقى بلاك وبتبقى ايديماتس والكلام ده كله. خلاص ده شكل الانتستين اللي فيها اكيوت انتستينال اوبستراكشن. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الاكيوت انتستينال اوبستراكشن؟ ولما تشوف الكومبليكيشنز دي هتعرف ليه انا اول ما بدات كلمه اكيوت انتستينال اوبستراكشن قلت لك ذيس از ا سيرجيكال ايمرجنسي، والعيان هيخش العمليات دلوقتي. اول حاجه عندنا جنجرين. ما احنا عارفينها الجنجرين دي، قلت لنا ان هي بتحصل في بعض انواع الاكيوت انتستينال اوبستراكشن زي الحاجات اللي كانت الميزنتريك فيسلز بتاعتها مقفوله، قلناها في الفولفلس والانتسسبشن والهرنيا. تمام. طيب لكن انا عايزه اقول لك انه حتى لو السبب كان اي حاجه تانية، نقول مثلا كوين قافل الانتستين، اوكي برضو مع الوقت هيحصل جنجرين. ليه؟ بص دلوقتي احنا عندنا الوول اللي هي بتاعه السمول انتستين دي، او الوول بتاعه الانتستين دي مش جواها فيسلز، الوول نفسها فيها فيسلز. طيب الوول ده عمال يدايليت 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 ويبقى ستريتشد وسند اوت، اخبار الفيسلز دي ايه؟ مش هي كمان بتبقى ستريتشد ومضغوط عليها من بره ومع الوقت تبقى اوبليتريتد وتفرقع؟ اوكي صح. يبقى الدايليتيشن بتاعه الوول، الاستريتش بتاع الوول ده بيعمل برضه سام سورت اوف كومبريشن للفيسلز اللي جوه الوول ده بتقفلها. اوكي وبنفس الكونسبت على فكره برضو بالفينز بتتقفل قبل الاوردرز لانها برضو سام سورت اوف ستريتش فروم اوتسايد. طيب الاسترتش ده يعمل ايه؟ في الاول يضعف الميكوز، يضعف الوول بس شويه، يخلي الوول ده مهزأ بدل ما هو يمنع تماما اي بكتيريا من اللي جوه في اليومن انها توصل للبيريتونيوم. ده في وهو في صحته مستحيل، احنا عندنا خيرات جوه، فلورا ومش فلورا وبلاوي، كل ده يتمنع ان هو يوصل للبيريتونيوم لو الوول ده طبيعي. طب هنا بقى لا خلاص بقى ستريتشد وضعيف والبلاد سبلاي بتاعه اصلا اي كلام فبقى ضعيف، فيبدا الاول يسمح للبكتيريا ان هي ايه تطلع بره في البيريتونيوم. ده واحد. بعد كده بقى اضعف اضعف كمان، ابتدى خلاص البلاد سبلاي بقى قليل قوي، وصلت لمرحله البيوتريفاكشن والويت جنجرين. تمام. اكتر واكتر من الضعف للبلاد سبلاي خلاص بقيت بيرفوريتد، يبدا الحتت من الوول كده ترابتشر وتبقى بيرفوريتد. يبقى الاول حصل كومبريشن للفيسلز اللي جوه الوول نفسه. ليه؟ ديو تو ستريتش اوف ذا وول نفسه بغض النظر عن سبب الاوبستراكشن. في
في الاول الول يبقى ضعيف ويسمح يلا للبكتيريا عادي اللي جوه اليومن ان هي تطلع في البريتونيل، وبعدين بقى اضعف يبدا يحصل فيه بيتريفاكشن ويت جنجرين لحد لما يبرفوريت خالص. اوكي طيب وكتبت لكم هنا انا برضو جمله انا مزوداها ان الجنجرين اصلا ممكن يكون سببه اوكلوجن اوف ذا ميزنتريك فيسلز نفسها بمين بالاوبستراكتنج كوز نفسه زي الثلاث امثله اللي احنا حافظينها. يبقى اول مشكله عندي هي الجانجري ايفن لو هي مش استرانجليتد هيرنيا ولا فولفلس ولا حاجه السيكونس ده ممكن يحصل. اوكي عشان كده كل انواع الاكيوت انستنت اوبستراكشن اور ايمرجنسي كثره الديستنشن بتاعه البروكسيمال سيجمنت دي كارثيه. اوكي تضعف الول ليه ديو تو كومبريشن اوف ذا فيسلز يسمح للبكتيريا ان هي تعدي في البريتونيوم وبعدين هو نفسه يبقى ويحصل فيه ويت جانجرين ويبرفوريت. طيب يبقى الكومبليكيشن الثانيه سيبتيك بيريتونايتس البكتيريا باس ثرو ذا ديفيتالايزد وول فروم ذا هيومن انتو ذا ستيرايل بيريتونيوم. مستحيل ده يحصل لو الايه لو الول ده بصحته طبيعيه. اوكي واخر حاجه السبتسيميا البيريتونايتس ده في حد ذاته يعمل سبتسيميا والجنجرين برضو المويست جنجرين لو تفتكروا من الكومبليكيشنز بتاعتها انها تعمل سبتسيميا. يبقى خد الكومبليكيشنز بالسيكونس ده. يبقى احنا سهل جدا ان عيان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن يخش في سبتك شوك وعشان كده لازم ندخله العمليات حالا ونكسايز السيجمنت اللي هي ديفيتالايزد دي او السيجمنت الاوبستراكتد بالحته البروكسيمال ليها الاسترتش ده حالا. اوكي والا هنوصل لبيريتونايتس بمنتهى البساطه علشان البكتيريا الكونتنس اللي عدت فيها دي لان المول بقى ضعيف هنوصل لجنجرين والجنجرين ده نوعه ايه ده نوعه مويست جنجرين وده بيعمل ايه ممكن برضو يوصلنا لمرحله السبتسيس. خلاص اتمنى ان الحته دي ما تبقاش ملخبطاكم. اوكي ممكن يبقى في مويست جنجرين في الاكيوت ستار ابستراكشن فروم ذا ستارت لو هو مضغط على الميزنتريك فيسلز وقلنا امثله. ممكن حتى لو الابستراكشن ما كانش جاي ناحيه الميزنتريك فيسلز خالص استريتش بتاع البروكسيمال سيجمنت نفسه ممكن يوصلنا في الاخر برضو لمويست جنجرين. بيكون عامل ازاي بقى عيان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن ده؟ اول حاجه عنده في ابسوليوت كونستيبيشن قلناها خلاص النيومن مسدود تماما وبالتالي مفيش اي باسج للستول ولا جازز. اوكي طيب يبقى الحاجات اللي هتاكيوميليت دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ابدومينال ديستنشن هتفضل ايه الابدومين هتبقى مال ديستندد بالجازز والفلويد اللي عماله تاكيوميليت فيها وبرزيستنت فوميتنج اي حاجه هياخدها هتبقى فوميتد. اوكي حتى لو ايفن ميه ده خلاص هو الدنيا مقفوله وفي يعني سيفير فوميتنج لاي حاجه بتتاخد. اوكي طيب الفوميتنج ده ممكن يدخلني لو موضوع سيفير يدخلني في دي هايدريشن اند هايبوفوليميك شوك. اوكي ليه؟ بسبب اللوس اوف الفلويدز اللي عمال يحصل من الفوميتنج وكمان الفوميتنج يعمل لي هايبوكاليميا لوس اوف بوتاسيوم وده بيأفكت الكاردياك ريزم. يبقى ابسوليوت كونستيبيشن abdominal distension عشان الاكيوميليشن وبرزيستنت فوميتنج والفوميتنج يعمل لي هايبوفوليميك شوك ويعمل لي لوس اوف بوتاسيوم اللي هو بيتافكت الكارديو ريزم. طيب دخلت انت قاعد في مستوصف وما عندكش اي فاسيلتيز اوكي ودخل عليك عيان بالبيكتشر دي بيقول لك ده انا من امبارح ما دخلتش التويليت وبطني منفوخه جدا وعندي بريزيستنت فوميتنج اعمل له بس اكس راي بلين اكس راي مهما كان المكان اللي انت فيه هيكون ان شاء الله فيه اكس راي هتشوف منظر هياكد لك على انه في هنا اكيوت انتستينال اوبستراكشن. ايه المنظر ده؟ حاجه اسمها اير فلويد ليفل. ازاي الاوبستراكشن ايا كان مثلا لو كان مثلا هنا اهو خلاص طيب يبقى الحته دي هيأكيوميليت فيها الجازس والفلويد. مين يبقى فوق ومين يبقى تحت؟ باي جرافيتي الفلويد هينزل تحت والجازس هيبقى فوق فتلاقي انه في زي انترفيس كده ما بين الجازس والفلويد. طبيعي انا الكونتنتس ماشيه في بطني كلهم مع بعض لان الطريق بتاعهم مفتوح والدنيا تمام مفيش مشاكل لكن لما يحصل سده ويبداوا يأكيوميليت الفلويد ينزل تحت والجاز يطلع فوق فيحصل لي حاجه اسمها اير فلويد ليفل. خلاص وطبعا باين جدا ان الانتستين دي ديستندد جدا ايه ده كله كل ده اليومن طبعا ده ماركت ديستنشن. فالبلين اكس راي بيوريني ان في ديستنشن في الانتستين وبريزنس اوف اير فلويد ليفل اللي هي الحته دي. ليه؟ لان الفلويد هو هنا والاير هنا باي جرافيتي. اتفقنا؟
كده هتبقى خلصت الاكيوت انتستينال اوبستراكشن. اتكلمنا فيها على اسباب، اتكلمنا على كلينيكال بيكتشر، اتكلمنا على كومبليكيشنز و باثولوجي شكلها عامل ازاي جروسلي. الاسباب قسمناها ل اورجانيك و فانكشنال، والاورجانيك قلنا بره من جوه او في الوول نفسه. شكل العيان ده بيكون عنده سيفير فوميتنج، ابسوليوت كونستيبيشن، ابدومينال ديستنشن، ممكن لو الفوميتنج زاد يدخلني في شوك وهايبوكاليميا اللي بتافكت الكاردياك ريسم. محتاس اعمل له بلين اكس راي بس وهيبين لك قصه الديستنشن والاير فلويد ليفل. ماشي. طيب شكل الانتستين دي عامله ازاي بعيني جروسلي؟ الديستال بارت كولابس، البروكسيمال بارت ديستندد وذ ستريتشد وول، والميكوز الفولت بتبقى لوست، وممكن يبقى فيها مويست جانجرين. هيبقى امتى فيها مويست جانجرين؟ لو هي سببها اساسا عامل كومبريشن للميزنتريك فيسلز، او لو استنيت عليها شويه لحد لما وصلنا لمرحله الجانجرين بسبب الاسترتش بتاع الول. ماشي. ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ ثلاثه كومبليكيشنز اخطر من بعض، وكلهم ده كان سببهم ان يعني هم دول السبب ان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن بتعتبر سيرجيكال ايمرجنس. جانجرين، ليه يحصل جانجرين؟ الاسترتش قوي بتاع الول كامل كومبريشن فيسل يضعف لي الول ده، برضو الفين هيتقفل قبل الارتري، وبالتالي هوصل برضو لمرحله المويست جانجرين والبيتريفاكشن، وممكن في الاخر بيرفوريت خالص. سيبتك بيريتونايتس، ليه؟ لان اليومن الول بقى مهزق، عمال يعدي البكتيريا اللي كانت مستحيل تعدي جوه، اللي موجوده جوه اليومن عداها في البيريتونيل. وسواء السيبتك بيريتونايتس او المويست جانجرين ممكن في الاخر يوصلوني ل سبتسيميا وسبتك شوك. تمام. يبقى العيان ده ممكن يجيله سبتك شوك وهايبوفوليميك شوك، صح كده؟ الهايبوفوليميك شوك بسبب الترجيح، والسبتك شوك بسبب ال بسبب البيريتونايتس. ايه بقى الكرونيك انتستينال اوبستراكشن؟ هو جراديوال انكومبليت اوكلوجن ل او اوبستراكشن للانتستينال يومن. اليومن فيه فلو بس ضيق، او يعني مش الطبيعي، اوكي؟ والموضوع ممكن يكون بروجريسيف، يعني العيان يجي يقول لك ايه، طبعا العيان ده ما عندوش ابسولوت كونستيبيشن ولا حاجه، عنده باسج للستول وعنده باسج للجاسز، بس الموضوع ايه، في كونستيبيشن. يقول لك انا مثلا الهابت بتاعتي كانت وانس بير داي، دلوقتي بقيت ايه مثلا بقى لي فتره بقى لي ايه مثلا يوم او يوم لا، يوم او يومين لا كده، دلوقتي مثلا وصلت ان انا مره كل اربع او خمس ايام. في بروجريسيف ايه اوبستراكشن. تمام. طيب وزي ما قلنا دي مش ايمرجنسي، وهنفهم حالا ليه دي مش ايمرجنسي. طيب ايه هي اسباب الكرونيك انتستينال اوبستراكشن؟ زي ما اتفقنا ان هو ممكن تكون فانكشنال كوز او اورجانيك كوز. الفانكشنال كوز هو الاكزامبل اللي عندنا مرض اسمه هيرشز برانك ديزيز، هناخده هو كان المفروض في الكونجنتال انوماليس بس هنرجع له دلوقتي، اوكي؟ فسيبهولي دلوقتي. والاورجانيك، الاورجانيك برضو زي ما اتفقنا في الاكيوت انتستينال اوبستراكشن ممكن يكون حاجه جوه اليومن، حاجه في الوول، حاجه ضغطه من بره. ايه بقى كرونيك كوزز تعمل القصه دي؟ بالنسبه لليومن هو كاتب اوله يعني نمبر ايه دي اليومن اوبستراكشن، مش كاتب سبب، يعني هي خليت ايه وبي مع بعض، ان هي حاجه تيومر طالع في اليوم، سواء بقى ان هو بيناين تيومر مثلا بوليب وعمال يكبر بروجريسيفلي ويضيق اليوم بروجريسيفلي، او مالجنانت تيومر. اوكي، بصوا بقى عشان كلمه اندوفيتك دي كل سنه الناس تبعت لي ومش فاهمين وازاي اندوفيتك، يعني هنا احنا قصدنا تيومر بروجكتنج في اليوم، تيومر بروجكتنج في اليوم. شيل يا سيدي اندوفيتك واكزوفيتك خلاص ما تخبطش، تيومر بروجكتنج في اليوم سواء بيناين او مالجنت، فعمال ينكروتش على اليوم ويضيقه ويعمل بروجريسيف انتستينال اوبستراكشن. تمام. طيب ممكن كمان يكون تيومر في الول نفسها، اوكي؟ لو تفتكروا انواع الكارسنومز ممكن تكون فانجيتنج بوليبويد ماس او مالجنت السر. الفانجيتنج بوليبويد ماس مثلا دي تتحط في بي، اوكي؟ طيب مالجنت السر او اللي هو الانيلر ريستريكشر، اللي هو ايه، اللي هو زي ده كده بالظبط، هو ماشي في ماشي في اليومن، ماشي في الول، ماشي في الول جوه الول، التيومر مش عامل السر ولا عامل فانجيتنج بوليبويد ماس، عادي اهو الميكوزا ما فيهاش حاجه، انما التيومر ماشي جوه الول وعامل لها مضيقها ستريكشر، وبما ان الكولون ده حاجه انيلر فبنسميها انيلر ستريكشر ايه كارسينوم. تمام. وممكن يكون تيومر ضاغط من بره، اوكي؟ يبقى هما الثلاث اسباب بتوعي سواء من جوه او في الول او من بره تمشي فيهم تيومر، من جوه مثلا فانجيتنج بوليبويد ماس او بيناين بوليب،
اوكي وعمال يكبر وينكروتش على ليون. طب في الوول انيلر ستريكشر كارسينوما اللي هو المنظر الثالث من مناظر ايه الكارسينوما، ماشيه جوه الوول فمتخنه الوول ومضيقه اليومن تمام، او حاجه ضغط من بره مثلا في تيومر بره الانتستين خالص من اي اورجان جنبي مثلا ليوميوما مثلا اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في اليوترس وعماله تكبر وتضغط على الانتستين من بره. اوكي طيب ايه تاني ممكن يكون الاوبستراكشن ده سببه؟ فايبروزس استريكشر، سواء ان هو برضو الاستريكشر ده في الوول نفسه اوكي هنا مثلا في استريكشر. طيب وده ايه اسباب؟ بص الرصه دي كلها هي حاجات هنقولها حالا او يعني في المرات الجايه في الانتستين. دي كلها انفلاميشنز في الانتستين، الديزنتري دي مثلا انفلاميشن في الكولون، السيراتيف كولايتس وكرونز ديزيز دي برضو انفلاماتوري بروسيسز في الانتستين والكولون والتي بي طبعا اكيد. فكل دي كرونيك انفلاماتوري بروسيسز، كل دي ممكن تعمل هيلينج باي فايبروزس فيبقى عندي فايبروس استريكشن اوكي، او فايبروزس اللي هي ادهيجنز ضغط من بره. وهنا برضو أأكد تاني إنه ممكن أسباب الكرونيك انتستينال اوبستراكشن زي مثلا التيومر ده أو زي مثلا الأدهيجن دي تبقى هي كرونيك أهي ومضيقة اليومن ومضيقاه وات أ تايم تتحول لأكيوت انتستينال اوبستراكشن، تعمل كومبليت اوبستراكشن لليومن، التيومر كبر 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 وات أ بوينت قفل اليومن خالص فبتحولنا لأكيوت انتستينال اوبستراكشن. الفايبرس أدهيجنز كانت في الأول مضايقة بس وعاملة كينكين كده للانتستينال لوبس ومخليه الفلو جواها مش ماشي حلو، وبعدين ات بوينت مثلا لفت لفه كامله حوالين الانتستينال لوب وات ايفر، المهم ان الانتستينال لوب اتقفل خالص فتحولنا لاكيوت. يبقى كرونيك انتستينال اوبستراكشن هو جرادوال انكمبليت اوبستراكشن. اسبابه فانكشنال واورجانيك. فانكشنال هقولها في ده كونجنتال انومالي. طيب واورجانيك، الاورجانيك ده ممكن يكون من جوه من بره او في الوول نفسها، كلهم يمشي فيهم تيومر. اللي من جوه ده ممكن يكون بوليب او مثلا فانجيتنج بوليبويد ماس مالجنانت، يعني بناين بوليب او فانجيتنج بوليبويد مالجنانت ماس. اللي في الوول ده اللي هو الانيلر ستريكشر، المنظر الثالث من مناظر الكارسينوما. اللي من بره ده تيومر من اي اورجان حواليه وعمال يضغط عليا تمام. طيب والفايبروسس ممكن تكون في الوول او برده فايبرس ادهيجنز من ايه من بره. طيب شكل عامل ازاي بقى الانتستين اللي هي فيها كرونيك انتستينال اوبستراكشن؟ نفتكر نفس الايتيمز اللي قلناها في الاكيوت، قلنا مكان الاوبستراكشن وتحتيه وفوقيه. مكان الاوبستراكشن هشوف فيه السبب، هشوف فيه بقى التيومر، هشوف فيه الادهيجنز، هشوف فيه مكان الاوبستراكشن فيه السبب. تحتيه ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الانتستين يعني بتفضي بريد اوسع يعني سوري اسرع بكتير من اللي بيجي لها. انا اللي بيجي لي قليل لان الدنيا فوقيه اوبستراكتد وطريقي انا مفتوح فكل اللي بيجي لي بينزل، فدايما بتبقى ما فيهاش كونتنس وكولابس. انما فوقيه طبعا هيبقى اليومن ديستندد ماشي. لغايه هنا لغايه هنا كل الكلام ده بالظبط زي الاكيوت. في مكان الاوبستراكشن سبب الاوبستراكشن، تحتيه كولابس، فوقيه ديستنشن. الفرق في ايه؟ في الوول. الفرق في الوول، الوول في الاكيوت انتستينال اوبستراكشن ما عندهاش وقت ان هي تعمل هايبرتروفي ولا اي حاجه، بالعكس بتبقى فيري فيري ستريتشد وثيند اوت. انما الوول دي بتروح الجيم كل يوم عشان نعدي الانتستينال كونتنت او الستول ايه من الحته الضيقه اللي قدامي دي، فبعمل هايبرتروفي في الوول. اوكي يبقى كله زي بعضه، الفرق الوحيد ان هناك الوول ما فيش وقت للكلام ده، اتس فيري ستريتشد وثيند اوت، انما الوول هنا تخينه وهايبرتروفايد. طب سؤال، ينفع بقى في الوضع ده هنا يحصل قصة الاسترتش للوول وال استرتش كومبريشن للفين والارتري فالوول ضعف فالبكتيريا تعدي استرتش اكتر وكومبريشن اكتر فجنجرين ونفرقع؟ كل ده ما بيحصلش، كل ده ما بيحصلش في الكرونيك انتستينال اوبستراكشن. وعشان كده علشان كده الاكيوت انتستينال اوبستراكشن از ان ايمرجنسي. بسبب ما ايه؟ ما هي ايه مشكله الايمرجنسي فيها؟ مشكله الايمرجنسي لو وصلنا الجنجرين والانتستين بيرفوريتد هو ده اللي بيخليها ايمرجنسي، انما ده ما بيحصلش في الكرونيك. عشان كده قلت لك في اول سلايد في الانتستينال اوبستراكشن قلت لك عيان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن هتاخده من ايده كده على اوضه العمليات علشان خاطر ايه؟ لو سبته لحد مثلا بكره الصبح او يعني بيبقى 24 ساعه مثلا ممكن جدا يوصل لبرفوريشن وسيبتيك شوك. انما ده لا، هنعمل العمليه، هنشيل التيومر، هنشيل الادهيجنز، هنحل المشكله اكيد اوكي. بس انا مش في توتر ليه؟ لان الول بالعكس ده الول مش رفيع، الول عمال يتخن ويحصل فيه هايبرتروفي. هي دي المين بوينت اللي مخليه الاكيوت اذا ايمرجنسي والكرونيك مش ايمرجنسي تمام. بس كده يبقى الكرونيك انتستينال اوبستراكشن هو جرادوال انكمبليت اوبستراكشن لليومن، سببه اورجانيك او فانكشنال. فانكشنال لسه ما قلناهوش، الاورجانيك في الوول من بره او من جوه، كلهم حط فيهم تيومرز وحط الفايبروزس في الوول ومن بره، طبعا اكيد ما فيش فايبروزس في اليومن.
تمام. طيب شكلها عامل ازاي؟ كل البيكتشر بتاعتها هي بتاعت الاكيوت انتستينال اوبستراكشن. الفرق الوحيد ان الاكيوت انتستينال اوبستراكشن الوول رفيع جدا وستريتشد لانه ما عندوش وقت يعمل هايبرتروفي، وبالتالي ممكن يحصل فيه قصه الكومبريشن بتاعت الفيسلز والاسكيميا والجانجرين، انما ده بالعكس ده هايبرتروفايد وتخين فمش حاصل فيه المشكله، وهو ده اللي مخلي الاكيوت انتستينال اوبستراكشن از ان ايمرجنسي والكرونيك لا. كده نبقى الحمد لله خلصنا الانتستينال اوبستراكشن. الانتستينال اوبستراكشن هو اوكلوجن للانتستينال فلو، ممكن يبقى اكيوت او كرونيك. الاكيوت اللي هو سادن وكمبليت، الكرونيك بيبقى جراديوال وانكمبليت، وقلنا الاكيوت ده ايمرجنسي سيرجيكال ايمرجنسي. كل منهم ممكن يبقى فانكشنال او اورجانيك. بالنسبه للاكيوت الفانكشنال اللي هو الباراليتيك الياس، الاورجانيك ممكن يبقى بره جوه في الوول، في اليومن قلنا اللي هم الفيكورس والكلام ده ومعاها الانتسسبشن، في الوول الانفاركشن، ومن بره يا اما فايبرس ادهيجن يا اما هيرنيا يا اما فولفلس. اوكي. اما الكرونيك لو هو فانكشنال هيبقى اللي هو الهيرش سبرونج ديزيز، والاورجانيك نفس التقسيمه اليومن وول ومن بره. اليومن ممكن زي مثلا ايه تيومر اندوفيتك تيومر سواء بيناين او مالجنت داخل على اليومن. اوكي. في الوول نفسها ممكن تيومر او فايبروزس. اوكي. فايبروزس بتاعت هيلينج بتاعت اي انفلاماتوري برو، اي نوع من انواع الانفلاميشن في الانتستين، او انيلر تيومر اللي هو قلنا ايه بيبقى واخد السيركمفرنس بتاع الانتستين. اوكي. ومن بره اللي هو زي مثلا برضو تيومر ضخت من بره او فايبرس ادهيجن، وقلنا دول التيومرز والفايبرس ادهيجن دي ممكن ايه التيومر والفايبرس ادهيجن دول ممكن اهم في اسباب الكرونيك، لكن بعد كده ممكن يبقوا ايه يوصلوا ان هم يبقوا ايه اكيوت. اوكي. واتكلمنا بفرق في الباثولوجي بالنسبه في الاثنين، هشوف مكان الاوبستراكشن، هشوف سبب الاوبستراكشن، دي استلي هلاقي الانتستين كولابس. لكن بروكسيمال هنا بقى الفرق، الاكيوت مفيش وقت عندي ان هو يحصل له هايبرتروفي ولا حاجه، فبالتالي بيبقى فيري ثيند اوت ولوست ميوكوزال فولت، وهو ده اللي بيدخلني في اكبر كومبليكيشن اللي هو بقى ايه الجانجرين والسبتيك بيريتونايتس. اما الكرونيك لا، عنده الوقت فبيبقى فيه بالعكس بيبقى الوول ثيكند وفيه هايبرتروفي علشان يحاول يعدي الحته بتاعه الاوبستراكشن. اوكي. بالنسبه للكونجنتال انوماليز، اول واحد عندنا اسمه انتستينال اتريزيا، ودي قلناها قبل كده، يعني ايه حته من الانتستين فيلد ان هي تعمل كانال، فيلير اوف كانالايزيشن في بارت من الانتستين، موست كومنلي فين في الديودينم وفي السمول انتستين، يعني مور كومن ان هو يكون سمول انتستين عنه لارج انتستين. وادي صوره اهو ل انتستينال اتريزيا في السمول انتستين في الديودينم، ادي ستومك وادي الديودينم ومفيش كانال ما بين الجزئين ده. طبعا الجزء ده مليان بالفود وال او اللبن يعني اللي البيبي شربه، والجزء ده كولابسد خالص. وزي ما قلنا الكلام ده بالظبط في الايسوفيجس، قلنا اسوفيجيال اتريزيا، وقلنا ان دايما بيكون معاها او كومن يكون معاها يعني فيستولا مع التراكيه، وقلنا ان الاسوفيجيال اتريزيا دي ايمرجنسي، برضو الانتستينال اتريزيا ايمرجنسي ولازم تخش العمليات، البيبي بيخش العمليات وهو ايام يعني وتتصلح على طول. تمام. يبقى اول حاجه عندنا هي الانتستينال اتريزيا اللي هي فيلير اوف كاناليزيشن. تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ كونجنتال انومالي قلنا سيرتها قبل كده مره، اسمها ميكلز دايفرتيكولم. يا رب يكون حد فيكم فاكر قلناها فين، قلناها في البيبتيك ألسر. نفهمها بقى ايه الميكلز دايفرتيكولم ده. احنا قلنا دايفرتيكولم هو اوت باوتش من الوول بتاع هالو اورجن. اوكي. طيب بص يا جماعه، دلوقتي دي الابدومينال وول، خلاص دي الامبليكس اهي، دي الابدومينال وول ايه ودي الامبليكس وده الاليوم. واحنا امبريوس كان في كانال كده او دكت موصله ما بين الاليوم لحد الامبليكس اسمها فيتيلو انستاينال دكت، كانت بتبقى ماشيه كده. خلاص يبقى ادي الامبليكس ادي الاليوم وهنا في فيتيلو انستاينال دكت. الطبيعي ان على وقت الولاده الفيتيلو انستاينال دكت دي بتبقى اوبليتريتد وديسابيرز. تمام. طيب ايه الاوبشنز ان يبقى ايه الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تحصل؟ ممكن تفضل كلها مفتوحه، خلاص حاجه بنسميها فيستولا ما بين الاليوم وما بين الشارع، ما بين الاليوم والامبليكس، خلاص دي بقت فيستولا. او انه يبقى الجزء الديستال اللي هو مكان ما انا واقفه هنا ده هو ده بس اللي مفتوح، يبقى كده عندي زي تراكت ماشي فاتح من ناحيه على السكين ومن ناحيه مقفول اللي هي ساينس،
خلاص فيستولا وساينس. اما بقى الميكلز دايفرتيكولم، ان الجزء البروكسيمال اللي هو ناحيه الانيوم هو اللي يفضل مفتوح، يفضل ما يحصلوش اوبليتريشن يعني، فيؤدي الى بلايند اندد باوتش. اهو حاجه كده بالظبط شبه الابندكس في السيكم، هنا برضو زيها كده بلايند اندد باوتش طالع من الانيوم. تاني ايه اصل الموضوع ده؟ كان اصله داكت موصله ما بين الانيوم والامبليكس اسمها فيتيلو انستاينال داكت. طبيعه الداكت دي بتوبليتريت. ايه الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تحصل؟ يا تفضل كلها مفتوحه تعمل فيستولا، يا يفضل الجزء اللي ناحيه السكين هو اللي مفتوح بنسميه ساينس، يا يفضل الجزء اللي ناحيه الاليوم هو اللي مفتوح اللي هو ده، ده هو البلايند اندد باوتش اللي فاتح على الوول بتاع الاليوم ده بنسميه ميكلز دايفرتيكل. اوكي ده ريمننت اوف ذا فيتيلو انتستاينال داكت، وبيبقى بلايند اندد باوتش تيوبولر كده بلايند اندد باوتش موجود على الانتي ميزنتريك بوردر. يعني ايه انتي ميزنتريك بوردر؟ احنا عندنا ادي لو ده اهو الاليوم، في عندنا هنا فات مكان ما انا وشاور كده فات، في زي ما انتم شايفين كده الفينس درينج والارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي بتاع السمول انتستين، حاجه اسمها ميزنتري. اوكي الميكروز دايفرتيكولم بيبقى على الانتي ميزنتريك بوردر الناحيه دي. ليه؟ لان ده المكان اللي كان فيه الفيتيلو انستانال داكت، بتبقى اثناء الامبريولوجي موجوده على البوردر اللي عكس الميزنتري، انتي ميزنتريك بوردر. وفي قاعده كده مشهوره في الميكروز دايفرتيكولم اسمها رول اوف 2 او 2 تو 3. يعني الميكل سايفرتيكولم بيحصل في 2 تو 3 من البوبيوليشن، يعني معنى كده انه من كل 100 واحد في 3 او 2 عندهم ميكل سايفرتيكولم، بس ممكن جدا جدا يعيشوا ويموتوا ما يعرفوش انهم عندهم ميكل سايفرتيكولم اصلا. اوكي ما حصل لهمش واحده من الثلاثه كومبليكيشنز اللي هقولهم دلوقتي، يبقى ممكن جدا يعيشوا ويموتوا وما يعرفوش ان هم كان عندهم ميكلز اصلا. يبقى الميكل سايفرتيكولم في 2 تو 3 اوف ذا بوبيوليشن موجود 2 تو 3 فيت فروم ذا ايليوسيكال جانكشن، يعني هو الإليوم يبعد عن السيكم 2 to 3 feet. اوكي وطوله بيبقى 2 to 3 inch. خلاص هو دي القاعدة بتاعته. اوكي يبقى هو tubular blind ended pouch موجود على الانتي ميزنتريك بوردر، وبيبقى موجود 2 to 3 feet من الإليوسيكال جانكشن، وطوله بيبقى 2 to 3 inch، وبيحصل في 2-3% of the population. اوكي دي صوره لميكلز دايفرتيكولم عندكم في الجار في المتحف. المفروض ان ده طبعا هو هنا حصل فيه كومبليكيشن وبقى جانجرينس باين جدا، يعني ده اكيد مش لون انتستون طبيعي، لكن اني هاو يعني احنا عندنا ده الاليوم اهو، وادي البلايند اندد باوتش طالع، ادي شايف في بواقي ميزنتري قليله هنا اهو، فهو طالع على الانتي ميزنتريك بوردر، واليومن بتاعته مكمله مع اليومن بتاعت الاليوم زي هنا كده. خلاص ده اولا ايه هي ايه الميكلز دايفرتيكولم. السؤال المهم جدا في الميكل دايفرتيكولم هي ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل منه. ايه بقى الكومبليكيشنز بتاعت الميكلز دايفرتيكولم اللي خليني اصلا اعرف ان انا عندي ميكلز دايفرتيكولم؟ واحد كومبليكيشن قلناها قبل كده، حاولوا كده تفتكروا كان في ايه، قلنا امتى الميكلز دايفرتيكولم؟ قلنا ان هو ممكن يبقى جواه اكتوبيك او هيتيروتوبيك جاستريك ميكوزا تطلع اسيد وبيبسين فتعمل بيبتيك ألسر، وقلنا ساعتها وات ايفر بيبتيك ألسر هنا طبعا هيبقى مكانه فين؟ في الاليوم، وقلنا وات ايفر مكان الألسر ما دام سببه اسيد وبيبسين بقى اسمه بيبتيك ألسر، في ايده في زوره في رجله في الاليوم يبقى اسمه بيبتيك ألسر. يبقى رقم واحد ان انا يبقى عندي اكتوبيك جاستريك ميكوزا فانكشنال انكوبيت سكريت الاسيد، فيطلع يبقى عندي بيبتيك ألسر في الإليوم. واحد. اتنين، ان ممكن الميكلز ده يبقى انفليمد بنفس الطريقه ونفس الباثوجينيسيس ونفس الميكانيزم بتاعت الاكيوت ابنسايتس. هنقولها طبعا احسن بكتير هناك هحكيها لك بالتفصيل، لكن اللي انا عايزه اقوله ان هو بيبقى غالبا حصل اوبستراكشن في الحته دي كده، غالبا ببذره فاكهه بيكولس بوات ايفر بقشر لب بوات ايفر. اوكي والحته دي هيبقى فيها اكيوميليشن للسكريشن وهيبقى فيها ايه انفكشن ويعني انفلاميشن وتبدا ايه الدايفرتيكولايتس، وهي نفس الميكانيزم بتاعت الابنسايتس. اوكي طب ايه مشكلتها؟ يعني خلاص هنفهمها احسن هناك، بس ايه مشكلتها؟ ليه دي كومبليكيشن؟ علشان بنفس برضو الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الاكيوت ابنسايتس، مش ممكن حد مثلا يقول لك ايه ده كان عنده التهاب في الزايده وانفجرت وجاله سبتك تشك ومات. نفس الكلام ممكن يحصل هنا. الميكلز دايفرتيكولم لما يحصل فيه انفلاميشن برضو ممكن ينفجر ويحصل ايه سبتك شوك وحاجات زي كده. فالمهم يعني اللي انا عايز اقوله هنا ان باثوجينيسيس وكومبليكيشنز هي بالظبط بتاعه الابنسايتس، خليها لما نيجي للابنسايتس ماشي. بس في مشكله زياده بقى كمان هنا،
انه الميكلز كلينيكالي ممكن انت كجراح تتلخبط بينه وبين الابنسايتس. عيان جاي عنده بين في المنطقه دي هتقول تمام ده ابنسايتس، تخش تفتح العيان لو انت غشيم ماشي، وخلينا نقول غشيم، هتشيل الابندكس وخلاص بقى، ما انت داخل عارف طريقك، هتشيل الابندكس وايه وتجيبها لي. اوكي اقول لك اجي اطلع تقرير بتاعي ده ما فيهوش اكيوت ابنسايتس ولا حاجه، وانت اصلا هتكون عرفت ان انت غشيم من قبل ما التقرير بتاعي يطلع. ليه؟ لان هتلاقي العيان قدامك مش بيتحسن. طب ما بيتحسنش ليه مع ان انا شلت ازاي ده؟ لكن عشان انت شلت حاجه غلط. طيب لكن انت لما تخش على حاله ابنسايتس وشكل الابندكس كده بالنسبه لك مالها، ما حلوه وجلسنج وبتلمع وما فيهاش شكل الانفلاميشن، اطلع كده 2 3 فيت فوق، لا يكون في ميكلز دايفرتيكولا معامل ميكلز دايفرتيكولايتس وايه وانت مش عارف. اوكي فهي كمان كلينيكالي ممكن تمامك الاكيوت ابنسايتس، وبالتالي ممكن تاخر علاج العيان، تشخيص وعلاج العيان. اوكي يبقى واحد اللي هي الاكتوبيك جاستريك ميكوزا بابتيك السر، اثنين ميكلز دايفرتيكولايتس هي نفس الباثوجينيسيس والكومبليكيشنز بتاعه الابنسايتس، وكمان ممكن تلخبطني معاها وتعمل ديلايد في المانجمنت بتاعه العيان. ثالث كومبليكيشن ساعات كده ايه يا جماعه، دلوقتي نحكي كده تاني القصه من الاول، معلش احنا كان عندنا هنا تراكت ماسك من اول الايليوم لحد الامبالكس، العادي ان التراك ده كله بيوبليتريت، يعني يوبليتريت بتحول لفايبرس باند كده وبعدين بتدوب تختفي، ده العادي. اوكي طيب ايه اللي حصل في الميكل؟ ان الحته البروكس اللي هي ناحيه الانتستين ما حصلهاش اوبليتريشن اصلا، فضلت از بيتنت بلايند اندد باوتش بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. خلاص طيب ساعات بقى كمان يعني ديت مش اوبليتريتد اصلا، بيتنت عامله اليومن، ودي الحته الديستال دي حصل لها اوبليتريشن اتحولت لفايبرس تيش بس ما اختفتش، ففضل الميكل ده ماسك بزي فايبرس باند كده في الامبالكس. اوكي يبقى الحته البروكسيمال ما حصلهاش اوبليتريشن اصلا، والديستال حصل لها اوبليتريشن وتحولت لفايبرس باند بس ما اختفتش، ففضلت الميكلز ديت ممسوكه كده فين؟ في الامبالكس. تمام ده حاجه. اول احتمال التاني ان انا كان عندي ميكلز دايفرتيكولايتس وحصل لها بقت كرونيك وحصل لها هيلينج باي ايه؟ باي فايبروزس، فالميكلز ده بقى ماسك صامها وبفايبرس تيشو في حاجه حواليه، سواء ان هو ماسك بفايبرس باند في الامبليكس اللي هو مكان الفيتلو انتستينال دكت، او ان هو ماسك حصل له ميكلز دايفرتيكولايتس وفايبروزس وايه يعني اكيوت وبعدين اتحولت لكرونيك وعملت فايبروزس ومسكت في اي حاجه حواليه. مسكه الميكلز في اي حاجه حواليه دي بتعوق الانتستينال بريستالسيس، ممكن تضايق، بيبقى واقف كده زي اللقمه في الزور للايه؟ للايليم، مش عارف ان هو ايه الإليم ياخد راحته في البريستالسيس. جيت ويف بقى دايريا بفيجرس بريستالسيس كونستيبيشن برضو، وبنعمل بريستالسيس عشان خاطر نعدي الدنيا، فبالظبط بيحصل كده ازف ان الميكل ده شنكل الانتستين، والانتستين ممكن او الإليم يعني ممكن يلف لفه كامله حوالين الميزنتري بتاعه. تعالوا نفهم ده جار عندنا في المتحف، المفروض ان دي وان اند للإليم ودي اذر اند للإليم وادي الميزنتري، وعلى الانتي ميزنتريك بوردر عندي بلايند اندد باوتش اللي هو مين؟ اللي هو الميكل. الميكل ده بقى كان ماسك بسام سورت اوف فايبروسس في اي حاجه حواليه، ده ممكن يعوق النورمال بريستاسيس خاصه مع يعني كان في مثلا فيجرس بريستاسيس اي سبب دايريا دور انتيرو كولايتس مثلا، وكان في ابنورمال بريستاسيس شويه، فده مع وجود المسكه دي ممكن يخلي الانتستين تلف لفه كامله حوالين الاكسس بتاعها اللي هو مين؟ الفولفرس. نفهم فين الكلام ده في الجار؟ المفروض ان دي لو انتستين طبيعي كانت هتبقى ماشيه كده صح، مش دي وان اند ودي اذر اند، يبقى نبقى ماشيين كده، لكن ايه اللفه اللي جايه من ورا وجايه لفه كده؟ الانتست هنا لفه ايه كامله حوالين الاكسس بتاعتها اللي هو الفولفس. عشان كده يا جماعه انا ما رضيتش اشرح الكونجنتال انومز الاول، كنا هنقعد نعيط جنب السلايد دي. اوكي فال من كومبليكيشنز ثانيه بتاعت الميكل دايفرتيكلم، انه لو في ماسك بفايبروزس في اي حاجه حواليه، سواء يعني نون اوبليتريتد نون ديسابيرنج ديستال بارت من بتلو سينال داكت او فايبرس اديهيجنز، فممكن يعوق، بيبقى مضايق كده حركه البريستالسيس بتاعه الايليوم، لو جت اي ويف من ابنورمال بريستالسيس ممكن يلف اللفه الكامله حوالين نفسه اللي هو الفولفلس، وده اكيوت اورجانيك انتستاينال اوبستراكشن، في لحظتها اتقفلت اليومن خالص وتحولنا لايه؟ انتستاينال اوبستراكشن. يبقى الميكل دايفرتيكلم هو بلايند اندد باوتش طالع على الانتي ميزنتريك بوردر بتاع الاليوم 2 تو 3 فيت من الاليوسيكال فالف في 2 تو 3% اوف ذا بوبوليشن ومقاسه 2 تو 3 انش.
ممكن اموت واعيش وما اعرفش ان انا عندي ميكلز زي فيرتيكولوم، الا لو حصل لي حاجه من الثلاثه دول. لو هو في اكتوبيك جاستريك ميكوزا يعمل لي بيبتيك ألسر، لو هو بقى اوبستراكتد وانفليمد بنفس طريقه الابندكس هيعمل لي ميكلز زي فيرتيكولايتس والبرزنتيشن بتاعتها شبه الاكيوتابنسايتس. لو هو ماسك باي حاجه حواليه مضايق الايليم في حياته ووقف له زي لقمه في الزور، ممكن مع اي ويب اب نورمال بريستالسيس يشنكل كده الايليم، يعمل له يخليه تويست حوالين الاكسس بتاع الميزنتوريك اكسس بتاعته اللي هو الفولفلس، ويعمل لي اكيوت انتستينال اوبستراكشن. هنيجي بقى لاخر واحد من الكونجنتال انوميليز اللي عندنا، حاجه اسمها هيرش سبرونج ديزيز. قلنا كده سيرته في الانستينال اوبستراكشن، قلت لك هجي له تاني. اول اسم التاني بتاعه كونجنتال ميجا كون. هنفهم ليه ميجا كون، وطبعا هو كونجنتال انوميلي، انما هيرش سبرونج ديزيز دي لازم تحفظها، لان احنا اساسا لما بنسال عليه بصراحه بنسال عليه بكلمه هيرش سبرونج ديزيز. ايه اللي بيحصل؟ عشان اشرح لك الهيرش سبرونج ديزيز محتاج احكي لك بس كده حاجه، انه احنا عندنا في الانتستين بتاعتنا وفي الجي اي تي بتاعتنا، يعني في عندنا بلكسس من الجانجليون سيلز موجوده اتنين، في واحده في الصم ميكوزا وفي واحده في المصل. طبعا ده دايجرام، يعني في واحده في الصم ميكوزا وفي واحده ايه في المصل. دول ايه الفانكشن بتاعتهم؟ هم اوتونوميك جانجليا مسؤولين عن الانيشيشن بتاعه البريستالسيس. ولو تفتكر واحنا بنشرح الجاست قلت لك ما تلخبطش بين الجانجليون سيلز وبين الانترستيشيال سيل اوف كاجال، دول تو ديفرنت سيلز. طيب فاحنا عندنا الايه البلكسسز ديت من الجانجليون سيلز موجوده عندنا في الصب ميكوزا والمصل، الفانكشن بتاعتها ايه؟ انيشيشن اوف بريستالس. حاجه كمان عايز اقولها، الامبريولوجي، في الامبريولوجي الديفلوبمنت بتاعه الجانجليون سيلز دي بتحصل ازاي؟ بيحصل مايجريشن من النيورال كريست من بروكسيمال لديستال، يعني الجانجليون سيلز دي بتصغر او بتبدا تتكون في الايسوفيجاس الاول، وبعدين الستومك، وبعدين سمول انتستين، وبعدين ايه الكولون، بالترتيب من بروكسيمال لايه لديستال. تمام، المعلومه دي مهمه جدا. ايه اللي حصل في الهيرش سبرونج ديزيز؟ اسمعني كده، حصل ارست اوف مايجريشن اوف جانجليون سيلز، يعني جت عند بوينت وما كملتش تحتيها. انا قلت لك هي بتمشي من بروكسيمال لديستال، اوكي، فهي مثلا جت عند بوينت وايه وتحت ده كله ما اتخلقتش فيه او ما وصلتلوش ايه الجانجليون سيلز. الحته دي يبقى بالمنطق كده الحته دي لازم تانكلود الريكتم، الحته اللي هي الاجانجليونك دي لازم تانكلود الريكتم، ماشي، وتكستند بروكسيمالي بقى على حسب سيفيرتي بتاعه الديزيز. يعني في واحد عنده ريكتال اجانجليونوزيس بس، في واحد عنده ريكتوسيجمويد، في طفل عنده واخد الليفت كولون، في طفل عنده توتال كولونيك اجانجليونوزس، بنشوفهم من اول السيكم لحد اخر الريكتم مفيش جانجليون سيلز، اوكي. فايه فالموضوع لازم يبدا ديستال. مع انا ليه قلت المعلومه دي مع ان هي مش موجوده عندكم في الكتاب؟ علشان تبقى فاهم ان هو ليه قصه ريكتوسيجمويد لازم يكون، لو في هيرش سبرونج ديزيز لازم يكون انفولفنج الريكتوسيجمويد او الريكتم اتليست، اوكي. بروكسيمالي بقى ده على هو بقى وظروف العيان، في عيان ريكتال بس سيجمويد بس ديسندنج بس، لكن ما ينفعش سوري ريكتال بس ريكتوسيجمويد او ليفت كولون، اوكي، لكن ما ينفعش يكون في عيان عنده ترانسفيرس كولون اجانجليونيك وهنا تمام وهنا تمام، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش عيان يبقى عنده ديسندنج كولون ما فيهوش جانجليون سيلز والترانسفيرس كمان تمام والريكتم تمام، مفيش حاجه اسمها كده. لازم ناخد ريكتم او ريكتوسيجمويد وبروكسيمال بقى ده واحنا وظروفنا على حسب بقى ايه، على حسب السيفيرتي بتاعه الديزيز عند العيان. واضحه دي انه لازم الارست ده ما دام هي بتحصل من بروكسيمال لديستال، فبالتالي لما حصل ارست لازم هيكون انفولفنج ريكت، اوكي. وفوق بقى ده ايه، يعني ده بتختلف بقى ايه من طفل لطفل على حسب السيفيرتي بتاعه الديزيز. يبقى الايتيولوجي هو ابسنس اوف ذا جانجليون سيلز في المايونتيريك، وعلى فكره والصب ميكوزا عايز ازودها زودها، فين ديستال اللي هو فين يعني ريكتم، وفوق على حسب الظروف. بس ما فيش حاجه اسمها باتشي انه ياخد حته يبقى ما فيهاش وتحتيها تمام وفوقيها تمام، مفيش حاجه اسمها كده. لازم ناخد ريكتم، ناخد معاه مثلا ريكتوسيجمويد ده في اغلب الاطفال، وفوق على حسب. تمام، طيب ايه نتيجه الكلام ده؟ خلاص ما بقاش فيه جانجليون سيلز، بقت عندي سيجمنت اللي هي الريكتوسيجمويد مثلا، اوكي، ما فيهاش بريستالسيس، مش احنا ده قلنا مسؤول عن الانيشيشن بتاع البريستالسيس، فهي ما فيهاش بريستالسيس وبالتالي كولابست كده على نفسها، اوكي، ومش بسهوله ان الايه الستول تباص فيها. يعني من الاخر كده الستول بيمشي في الحته دي بالبريشر، لو ايه لو البيبي ده رضع مره واثنين وثلاثه ابتدت تتكون عنده ستولز في الحته اللي فوقيها بالبريشر بقى كده، والام مثلا ابتدت تاخد بالها انه ايه ده بقى له يومين او ثلاث ايام ما عملش ديفيكيشن، فمثلا حطت له سبوزيتوري او حاجه تساعده ان هو ايه يديفيكيت. يعني كده في حاجه مضايقه الفلو جوه اليومن، يعني نقدر نسميها انتستينال اوبستراكشن، صح؟ طيب والانتستينال اوبستراكشن دي هنا هتبقى فانكشنال ولا اورجانيك؟
هي سببها مشكله في الجانجليون سيلز في الكونتراكتيليتي، وانا لو خدت حته الانتستين في ايدي دي طبعا لا هشوف جانجليون سيلز ولا غيره، يبقى هي مش اورجانيك، مش حاجه انا قادره اشاور عليها بصباعي، فايتس ا فانكشنال انتستينال اوبستراكشن. الهيرش سبرونج ديزيز في اغلب احواله كرونيك، ليه؟ لان هي حته صغيره اوكي، فبالتالي يعني حته ريكتم او ريكتو سيجمويد او حتى والله لو واخده ديسندين كولون كمان، ف يعني ايه يومين ثلاثه اربعه وعلى حسب السيفيريتي، والستول عماله تتجمع وبعدين بالبريشر بتاعتها، ولو حد ولو ساعدنا بره بدواء او حاجه هتعدي اوكي، والعيان ايه هيدفيكيت، يعني مفيش ابسليوت كونستيبيشن، مفيش اليومن ايه اوكلودد تماما اوكي. يبقى انا كده عندي حته اجانجليونيك كولابسد في صعوبه في المرور، يعني اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده فانكشنال ولا اورجانيك؟ فانكشنال. اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. ليه كرونيك؟ لانه بيعدي بس بالبريشر بصعوبه، لكن مش مفيش حاجه سد تماما انتستن لفه على نفسها فولفلس ولا مش عارفه واحده داخله في واحده انت المرور مقفول تماما، لا مش مقفول تماما، بيعدي اليومن مفتوح، هو صحيح الدنيا ضيقه وصعبه وكده، فبدنا نعتبره ايه كرونيك انتستينال اوبستراكشن. يبقى الريست اوف مايجريشن كومبليت ابسنس اوف جانجليون سيلز لوس اوف بيرستاليسيس في حته كرونيك فانكشنال انتستينال اوبستراكشن. العيان ده هيبريزنت بايه بقى؟ العيان ده هيبريزنت بكونستيبيشن طبعا اوكي، وبيبقى من يومه، من يوم ما اتولد تمام، يعني من يوم ما اتولد في اصلا عندنا حاجه اسمها ميكونيوم البيبي بينزله اول ما بيتولد، تيجي الام تقول لك ايه ده حتى الميكونيوم ده كان ديليد ايه في الباسج بتاعته اوكي. فالعيان ده بيبريزنت ب كرونيك كونستيبيشن من يوم ولادته، من ساعه الميكونيوم، من قبل حتى ما اوصل للاكل اوكي وهو عنده. طب السيفيريتي بتاعه الكونستيبيشن ديت قد ايه والبريزنتيشن قد ايه، يعني قد ايه بدري، يعني ده بيعتمد على حاجه، بيعتمد على قد ايه الهيرش سبرونج ده اكستنسيف، يعني قصدي انه لو هو واخد ده مثلا اوكي الكونستيبيشن ده هيبقى مثلا ايه مره كل يومين او ثلاثه، فلو الام مش اذكى حاجه في الدنيا ومش اكتر حاجه تركيزا وعندها سبع عيال فمش فارقه واحد فيهم يبقى كونستيبيتد ما جراش حاجه، ممكن البيبي ده يبريزنت على خمس ست سنين مثلا، اربع سنين خمس سنين تمام. طيب لو هو هنا مثلا الحته دي هي اللي اجانجليونك كلها، يبقى الديفيكيشن هنا بقى كل خمس ست ايام، فاعتقد ان يعني مهما كانت الام مش اذكى حاجه هيبدا البرزنتيشن يبقى بدري شويه اوكي. عيانين التوتال كولونيك اجانجلينوزس غالبا بيبقوا ازف ازف، مش ما تاخدوهاش كلمه كده، ازف ان هم اكيوت انسان اوبستراكشن، ما فيش حاجه هتعدي كل ده بالبريشر مستحيل، ولو اديت له ايه من سبوزيتورز ولا اي حاجه مش هيعمل، فده ممكن يبرزنت بدري جدا، ممكن يعني توتال كولونيك اجانجلينوزس الحقيقه احنا بنشوفهم بدري قوي، يعني في اول اسبوع من حياته مثلا، مفيش اصلا مفيش ديفيكيشن خالص تقريبا يعني تمام. يبقى وبس هم دول صراحه اللي هم التوتال كولونيك دول يعني رير، اغلب حالات الهيرش سبرونج بتبقى اللي هي ريكتو سيجمويد، فدول لا ده بقى ايه عنده ديفيكيشن كل 3 ايام مثلا ولا 4 على حسب، وهو بقى ونصيبه وتركيز امه وكده على ما يبريزنت. فالبريزنتيشن هي اغلبهم طبعا بيبريزنت او بالذات لو الام مركزه يعني هيبريزنت قبل اول سنه، في ايه الولد ديفيكيشن عنده متاخره جدا كل 3 ايام او حاجه فبتيجي بدري اوكي. وفي كيس ريبورت العيان بريزنتد بهيرش سبرونج ديزيز وعنده 45 سنه، يعني انا شايفه انه خلاص ما بقاش فاضل في العمر قد اللي راح، يعني انت عشت 45 سنه كونستيبيتد طبعا، ده اكيد اولا الحد ده اكيد كان شورت سيجمنت جدا، يعني اكيد كان ريكتم بس مثلا، دي حاجه. الحاجه الثانيه اكيد هو مش مركز مش فارقه معايا تمام. ف الهيرش سبرونج بيبريزنت بكونستيبيشن، و الكونستيبيشن دي السيفيريتي بتاعتها على قد يعني على قد قد ايه حته اجانجليونيك، كل ما كانت الحته دي قصيره كل ما الكونستيبيشن دي هتبقى ايام قليله، يعني ريكتم بس مثلا يومين ثلاثه اكتر فاكتر تمام. والبرزنتيشن بتعتمد على برضو قد ايه الحد ده كونستيبيتد وقد ايه هو مركز في الموضوع. الحقيقه يعني انا ليا قصه كده مش ظريفه مع الهيرش سبرانج ده، يعني كان جانا كده في امتحان سنه سته بدرجات كتير جدا جدا، وما حدش اصلا مركز فيه، يعني هو ما كانش حاجه من الحاجات الاسئله المهمه يعني، واسمه يعني هيرش سبرونج ما تقلفش، يعني ده فين ده فوق في ده امتحان جراحه عامه ده فوق شيست مثلا اقول هيموبتسيس، طب ده برين ده ديزنس ولا ده كولون ولا ده ايه ما تعرفش يعني. بس بعد ما اتخرج عرفت قد ايه ان الهيرش سبرونج ده ديزيز مهم، اولا لانه مش رير، هو احنا بنشوفه بصراحه، احنا عندنا اصلا ستاف مخصوص لتشخيص الهيرش سبرونج عندنا في الاسم، يعني هو سبيشاليزد في القصه دي فهو كومن. تاني حاجه بقى الباثولوجي فيه مهم جدا، ليه؟
هو الستاف اللي عندنا ده بيروح معاهم في اوضه العمليات وبيوعي للبيبي نايم، ومثلا ايه هيجيب له بايبسي من هنا، هيبص عليها تحت الميكروسكوب يقول له لسه مش شايف جانجليون سيلز، فهيجيب له بايبسي من هنا فيبص عليها يقول له لسه مفيش جانجليون سيلز، فجاب له بايبسي من هنا اهو لقى الجانجليون سيلز، يقول له تمام انا كده جانجليون سيلز ظهرت اقطع في الحته دي، فالجراح هيجي يقطع كده ويوصل اول حته يعني فيها جانجليون سيلز بالانس، وكأن شيئا لم يكن، يعني خلاص البيبي ده هيكمل حياته طبيعي جدا. فالموضوع يعني اولا كومن، ثانيا مهم، ثالثا سهل جدا في تشخيصه، رابعا كيورابل، يعني خلاص هو احنا مجرد ما احنا شفنا الجانجليون سيلز تحت الميكروسكوب اقطع هنا وصل ديب دي انتهت انتهت خلاص، مفيش حاجه ايه مفيش حاجه عند البيبي ده مشكله. فهيرش سبرانج مهم وما تنسوهوش، وهو سببه arrest of migration of the ganglion cells في الميونتيريك وسبميكوزال بلكسس leading to a ganglionic segment، وده بيعمل لنا intestinal obstruction functional و chronic، لانه ممكن نعدي مفيش سده كومبليت. تمام، البرزنتيشن بتعتمد على قد ايه السيجمنت الاجانجليونيك دي كبيره، وقد ايه الشخص ده مركز في قصه ان في كونستيبيشن. تمام، طب شكله بقى عامل ازاي الهيرش سبرونج ده في الجروس بيكتشر؟ كانك بتوصف كرونيك انتستينال اوبستراكشن، عشان كده انا كنت يعني مقتنع ان الكونجنتال انوماليز لازم تيجي بعد الانتستينال اوبستراكشن. اوكي، كانك بتوصف كرونيك انتستينال اوبستراكشن. هو احنا كنا بنقول ايه اصلا في وصف الكرونيك انتستينال اوبستراكشن؟ كنا بنقول الحته اللي هي الاوبستراكتد بتبقى كولابسد، يعني الحته اللي عندها الاوبستراكشن وتحتها بيبقى كولابسد. اوكي، ليه؟ لان الفلو جواه قليل، والحته اللي فوقيها بتكون دايليتد. و خلي بالك احنا هنا كرونيك، هتبقى ده في بقول 45 سنه 45 سنه الديسندنج كلهم ده بيروح الجيم، فايه فالحته اللي فوقينا بتكون دايليتد ومليانه كونتنتس وفيها هايبرتروفي دايليتيشن، يبقى اكتب هنا ايكوال بالظبط لوصف ايه الكرونيك انتستينال اوبستراكشن، الحته اللي عندها اوبستراكشن وما تحتها كولابس وفوقيها مليان كونتنتس ديستندد وفيها هايبرتروفي ودايليتيشن. عشان كده بقى هو بيقول ماركت دايليتيشن، دي عشان كده الاسم بتاع الميجا كولون، وطبعا هو كونجنتال لان في اسباب اخرى للميجا كولون مش ايه مش كونجنتال. يبقى هنا هو وصف كرونيك انتستينال اوبستراكشن، والبرزنتيشن قلنا ابدومينال tension و constipation. وخلاص فهمته كويس جدا انه الكونستيبيشن دي بتعتمد على قد ايه الحته الاجانجليونيك، كل ما كانت الحته الاجانجليونيك قصيره كل ما الكونستيبيشن دي بقت اقل، لان الاكل او الكونتنت هنا بتمشي باي بريشر، كل ما كانت طويله كل ما الكونستيبيشن دي كانت ايه اعنف. اوكي، بس دي كده كانت نهايه الهيرش سبرانج ونهايه الكونجنتال انوماليز. عندنا ثلاثة congenital anomalies، واحد اللي هو الانتستينال اتريزيا اللي هو بالظبط شبه الاسوفجيال اتريزيا كده، وده طبعا emergency، حتة من الانتستين مش متوصلة مع بعضها، البيبي ده بنعرفه وبنشخصه بدري جدا يومين ثلاثة. وخدنا بعد كده واحد مهم جدا والعكس بقى مش emergency خالص الا لو حصلت فيه الكومبليكيشن اللي هو الميكلز دايفرتيكولم، ده في 2-3% of the population، في 2-3 feet من الاليوسيكال فالف، وعلى الانتي ميزنتريك بوردر اللي هو مكان الفيتيلو انتستينال داكت. وقلنا ان هو ممكن يعدي تماما من غير اي مشاكل الا لو يعني او ما اكتشفوش الا لو حصلت لي واحده من الثلاثه كومبليكيشنز، اللي هو ان يكون في اكتوبيك جاستريك ميكوزا ويعمل بيبتيك ألسر، او اللي هي ان يحصل فيه انفلاميشن بنفس طريقه الابنسايتس ويعمل لي ميكلز دايفرتيكولايتس، وده ممكن يلخبطني في تشخيصي مع الابنسايتس، او ان هو يشنك الإليوم بالذات في وجود فيجروس بريستالسس ويخليه يلف حوالين نفسه اللي هي الفولفلس. وبعدين اخر واحد اللي هو الهيرش سبرانج ديزيز، ده كونجنتال انومالي سببه arrest of migration of the ganglion cells في الديستال كولون ريكتام وسيجمويد، ويكستند بروكسيمالي على حسب سيفيرتي بتاعه الموضوع، الحته الاجانجليونيك از كولابسد وفي صعوبه في المرور جواها، يعني انتستينال اوبستراكشن فانكشنال وكرونيك يعني في اغلب احواله لان هو بيبقى غالبا شورت سيجمنت، وشكله جروسلي هو بالظبط شكل
الكرونيك انتستينال اوبستراكشن حته كولابسد اللي هي الحته الاجانجليونيك، والحته الجانجليونيك اللي فوقيها البروكسيمال ليها بتبقى ديستندد وهايبرتروفايد. اوكي يبقى نكتب الاجانجليونيك سيجمنت از نارو كولابسد، والجانجليونيك او البروكسيمال سيجمنت از دايليتد وهايبرتروفايد، والبرزنتيشن بتاعتي كونستيبيشن وابدومينال ديستنشن. طبعا السيفيرتي بتاعتهم بتعتمد على قد ايه الحته جانجليونيك.